مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات الأهلي الليلة، والنهاردة عندنا عدد من الفقرات والحوارات والضيوف في فقراتنا المتنوعة اليوم من خلال الأهلي الليلة. فقرتنا الأولى بعد استعرضنا الأخبار النادي الأهلي وبشكل خاص أخبار الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي واستعداداته لاستئناف مشواره في الدوري الممتاز المصري لكرة القدم والمباراة الجماهيرية، أعتقد هتحظى باهتمام جماهيري وإعلامي ورياضي كبير جدا، مباراة الأهلي وبيراميدز يوم الخميس القادم إن شاء الله. وأيضا بعد استعرضنا الأهم أخبار فريق كرة القدم واستعداداته وكل الأخبار أو أهم الأخبار المتعلقة بالتطورات في النادي الأهلي بشكل عام على الصعيد الرياضي والخدمي والإنشائي وفي كل القطاعات والمجالات المختلفة، هننتقل منها إلى فقرات الحوار، وعندنا عدد من الحوارات في الأهلي الليلة هذا اليوم. هبدأ مع حضراتكم بحوار بعد فقرة الأخبار وبعد الانترو مع ضيفنا نجم كرة القدم في منتخب مصر والنادي الأهلي سابقا الكابتن ياسر رضوان، وحوار آخر هيكون وهيجري زميلي العزيز محمد سعيد مع الناقد الرياضي الكبير الأستاذ عصام شلتوت، وحوار آخر وفقرتنا الأخيرة هتكون أيضا مع زميل العزيز محمد سعيد وهيجري حوار آخر مع الكابتن شمس حامد نجم النادي الأهلي سابقا. خلونا نبدأ مع حضراتكم باستعراض أهم الأخبار الموجودة معنا النهاردة. تصريحات للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن تذاكر المباراة والحضور الجماهيري في المباراة المقبلة، مباراة الأهلي وبيراميدز. بالفعل القرار هو حضور 5000 متفرج و5000 مشجع لهذه المباراة، ده القرار الصادر بشأن مباراة الأهلي وبيراميدز. وبيؤكد الكابتن محمد مرجان أن هذا هو الأمر أو القواعد وفقا لما اتفق عليه والمتبعة في كل مباريات الدوري العام حتى يومنا هذا. وفي هذا الإطار بتكون هذه المباراة بتوزع تذاكرها على النحو التالي: 3000 تذكرة للنادي الأهلي ولجمهور النادي الأهلي، و1500 تذكرة بتذهب لوزارة الشباب والرياضة، و500 تذكرة بتكون من نصيب ومن حق الفريق الضيف في هذه المباراة. طبعا كان في رؤية امبارح لضيفنا الناقد الرياضي الكبير الأستاذ إبراهيم حجازي، كان شايف أن هذه المباراة طبعا بحسابات المنافسة على صدارة الدوري وموقف بيراميدز واقترابه من المنافسة ودخوله بقوة فنيا هذا الموسم وفي حساب النقاط أيضا مع الأهلي والزمالك في صدارة الدوري الممتاز، بيجعلها مباراة جماهيرية، لأن بيراميدز كمان زي النادي الأهلي وزي نادي الزمالك بيضم عدد كبير من نجوم كرة القدم وبيتمتع بغطاء مالي وتمويلي وعدد كبير من الصفقات أتمها هذا الفريق هذا الموسم، وده كان بيخلي المباراة يمكن أن تحظى بحضور جماهيري أكبر وتكون من المباريات اللي مستواها مرتفع جدا فنيا، وده وفقا لتوقعات كافة الخبراء والمحللين في كرة القدم وفي الرياضة المصرية. كان بيتمنى أستاذ إبراهيم حجازي أنها تكون بروفة حقيقية لمباريات وللحضور الجماهيري كبير إن شاء الله المأمول والمرجو في نهايات كأس الأمم اللي بتقام على أرض مصر خلال الفترة القادمة 2019 خلال هذا العام، وهذه البطولة اللي بنتمناها ناجحة وتليق باسم مصر وباسم كرة القدم والرياضة المصرية إن شاء الله. ولكن في النهاية طبعا النادي الأهلي هو دائما أبدا في مقدمة الأندية الأكثر التزاما بالقرارات وبالضوابط والقواعد، وإن كنا نتمنى إعادة النظر في الفترة الجاية في أمور تتعلق بالحضور الجماهيري وحجم الحضور الجماهيري الممكن في مسابقاتنا المحلية، لأن ده جزء من نجاح منظومة كرة القدم والاستثمار الرياضي والتسويق في مجال كرة القدم والبث الفضائي وكل شيء، بتكتمل العملية كلها أو نجاح هذه المؤشرات وكل العوامل الخاصة بصناعة كرة القدم ومجال كرة القدم في العالم بالحضور الجماهيري في الملاعب والاستادات المختلفة. وكان بيدعم هذا الاتجاه طبعا الشكل الراقي والرائع والوعي اللي شفناه من جماهير النادي الأهلي رغم الخروج من البطولة الأفريقية في مباراة العودة في استاد برج العرب أمام سان داونز الجنوب أفريقي، قد إيه كان الجمهور موقفه رائع وواعي وفي درجة عالية جدا من التحضر، وهو بيؤكد للاعبينا ونجوم النادي الأهلي أنه بيدعمهم وأنه على ثقة أنهم هيقدموا أفضل ما لديهم في الفترة المقبلة، وتقبلوا لاعتذار اللاعبين عن الخروج في هذا التوقيت وفي هذه المرحلة من البطولة الأفريقية. بعض الأمور الفنية هنتكلم عنها، بيقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي أن تكون التدريبات مغلقة استعدادا لمواجهة بيراميدز، ده قرار طبعا أعلنه الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، وأنه من هذا اليوم وبدءا من تدريبات اليوم وحتى وقت إجراء المباراة التدريبات هتكون مغلقة ولا حضور جماهيري في هذه التدريبات، طبعا حرصا على أعلى درجة من الكتمان أو السرية في خطط الجهاز الفني لهذه المباراة، التاكتكس اللي هيخوض بها الجهاز الفني بقيادة لسارتي هذه المباراة، وتكليفات هتوجه طبعا للاعبين بتكون مختلفة من مباراة لأخرى حسب ظروف كل مباراة وأيضا قدرات المنافس اللي بتختلف من مباراة لأخرى.
وعبد الحفيظ أيضا يطمئن على وليد سليمان وسعد سمير من اللاعبين ومن الدعائم الأساسية للفريق الأول في النادي الأهلي بعد وصولهم بصحبة الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي طبيب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي وصولهم إلى ألمانيا للإطمئنان عليهم وخضوعهم لبعض الفحوصات والإجراءات طبعا الطبية للتأكد من برامجهم العلاجية استشفاء عملية استشفاء وعودة وليد سليمان إن شاء الله وهو من القوة الضربة ومن النجوم المؤثرين جدا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي بعد نهاية برنامجه التأهيلي وأيضا الإطمئنان على البرنامج العلاجي اللي هيتبع مع نجم دفاع الفريق الأول في النادي الأهلي سعد سمير. ومن العناصر الشابة طبعا المؤثرة جدا في الفريق سواء من الجوانب الدفاعية أو الهجومية أحمد الشيخ وهشام محمد اللي بالفعل بيشاركوا في التدريبات الجماعية مع الفريق، يشارك الثنائي في المران البدني وتدريبات الكرة تمهيدا لعودتهم إن شاء الله للمباريات، وهم من الأوراق اللي طبعا بتكون مؤثرة وبتدي أفضلية للجهاز الفني وبتدي له بدائل كثيرة جدا متاحة أمامه وفقا للمجريات المختلفة لكل مباراة. مؤمن زكريا بالتراضي تم إنهاء تعاقده أو إعارته لنادي أحد السعودي، تم هذا الأمر بالتراضي وظهر اليوم في تدريبات الفريق. مؤمن طبعا من النجوم أصحاب الخبرات سواء على مستوى مبارياتنا أو منافساتنا المحلية أو المباريات الدولية مع منتخب مصر، إن شاء الله نستثمر وجوده بالشكل الأفضل لأن مؤمن بإجماع الآراء من اللاعبين اللي صعب التوقع أو التنبؤ بطريقة دخولهم مرمى أو منطقة مرمى المنافس وإتمامه للهجمات، وبيتحرك بأكتر من طريقة في الملعب وله قدرات كثيرة جدا هجومية متنوعة بتفاجئ دايما دفاع المنافس أو الخصم في الملعب، عشان كده مؤمن دايما الجمهور بيبقى سعيد بوجوده في الملعب لو كان في التوب فورم في أفضل حالاته نفسيا ومعنويا وفنيا وبدنيا، بيكون مؤثر جدا في المباريات الصعبة أو الجماهيرية. معانا طبعا عندنا خبر آخر كمان، والكابتن سيد عبد الحفيظ أيضا بيطمئن على كريم نادفيد، وكريم نادفيد اكتسب ثقة الجماهير ومن العناصر الشابة والواعدة في صفوف الفريق الأول في النادي الأهلي، وعنده المزيج من القدرات سواء كهاف ديفندر كلاعب وسط مدافع أو كواحد من العناصر اللي بتكمل الهجمة مع الفريق، وعنده التسديدات على المرمى وعنده القدرات على الدريبلينج أو المراوغة وانطلاقاته، وحتى أحيانا بيلعب دور يعني أنه بيأدي دور الجناح وبيقوم طبعا بدور مهم جدا في استكمال أو إتمام الهجمة مع الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، والناس في الفترة اللي فاتت أعادت حساباتها وتقييمها بالنسبة لكريم نادفيد وقالت أنه لم يكن يحظى بما يستحق من فرص، وبعد دفع الجهاز الفني الحالي له في مباريات كثيرة جدا ودوره وبصماته في الملعب جمهور قال ان كريم نادفيد ان شاء الله يكون من العناصر المؤثره واللي لها مستقبل كبير جدا ان شاء الله سواء مع النادي الاهلي او منتخب مصر. كابتن سيد عبد الحفيظ بيطمئن على كريم نادفيد وعقد جلسه مع اللاعب للاطمئنان على حالته وبرنامجه العلاجي اللي بيخضع له بعد الاصابه اللي تعرض لها وابعدته عن المشاركه في التدريبات الجماعيه. المزيد من التفاصيل مع زميلنا العزيز شريف شعبان يقول لنا تفاصيل اكتر من كواليس تدريبات الفريق وعن اخبار استعدادات الفريق الاول للمباريات القادمه، وطبعا في مقدمتها مباراة الأهلي وبيراميدز يوم الخميس المقبل. الزميل العزيز شريف شعبان مساء الخير وأهلا بيك. أهلا بيك أستاذ محمد، تحياتي لحضرتك طبعا ولكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، رمضان بإذن الله على الأبواب وصحتك طيب، ولكل مشاهدي قناة الأهلي كل سنة وهم طيبين وبإذن الله يكون سنة سعيدة على النادي الأهلي بإذن الله. إن شاء الله كل سنة وأنت طيب يا شريف ومشاهدينا كلهم بخير إن شاء الله. النهارده التمرين كان في الرابعه عصرا يمكن استعدادا لمباراه بيراميدز الخميس القادم في استاد بتروسبورت. يمكن خليني اقول لك ان مستر لاسارتي عقد جلسه مع اللاعبين حوالي 5 دقائق اتكلم فيها عن اغلاق الملف الافريقي بكل ما بكل حلاوته بكل مره، اغلاق الملف الافريقي نهائيا والتركيز فقط في بطوله الدوري، التركيز في اول مباراه في بطوله الدوري وهي بيراميدز الخميس المقبل المطالبه ب3 نقاط، تقديم عرض قوي يليق باسم النادي الاهلي لمصالحه جماهيره ومصالحه مجلس الاداره، يجب ان نستغل كل مباراة لمصالحة الجماهير علشان نفوز بالبطولة المحبوبة بطولة الدوري الممتاز. يمكن تلاقت قبول جدا من لاعبي النادي الاهلي هذه الجلسة. بعد هذه الجلسة يمكن مستر لاسارتي عقد ايضا جلسة في الملعب مع مدير الكرة الكابتن سيد عبد الحفيظ. خليني اقول لك ان اللاعبين اللي شاركت في المباراة الأخيرة يمكن النهاردة كان تمرينهم خفيف، تمرين ريكفري أكتر منه تمرين عادي، يمكن شاركوا في تدريب خفيف جدا والريكفرنج وبعد كده غادروا النادي. يمكن باقي المجموعه عملوا تدريب قوي بدنيا قوي جدا وعملوا فقره تخصص على الجول، وبعد كده اختتم مستر لاسارتي بتقسيمه صلح فيها الاخطاء اكثر من مره.
على الجانب الاخر الكابتن طارق عبد العزيز والتعيين مستمر لاسلام محارب. يمكن بعض المواقع قالت هنا ان او قريت ان عمرو ان احمد الشيخ مش هيشارك في المباراه. لا، احمد الشيخ النهارده شارك في المران بالكامل وظهر بمستوى يليق او يطمن جماهير النادي الاهلي. يمكن ومعنويات اللاعبين جيده يا شريف، يعني الكل عارف طبعا اللاعبين كان عليهم ضغوط في الفتره اللي فاتت وزادت جدا بعد المباراه الاولى لسان داونز او امام سان داونز وبعد الخروج من المشوار او السباق الافريقي. زي ما قلت الكل متفق معاك وكل بيسمعك دلوقتي متفق تماما على ان النادي الاهلي دايما ما عندوش وقت يفكر كثيرا فيما مضى، ودايما ارتباطاته بتفرض عليه التركيز في المستقبل وفيما هو قادم ان شاء الله. معنويات اللاعبين والانتقال الى التفكير الايجابي في الفتره اللي جايه ده مهم جدا. خليني اقول لك استاذ محمد ان طبعا الواحد بيمتلك يمكن صداقات مع لاعبي النادي الاهلي. يمكن لاعبي النادي الاهلي من قبل المباراه وهم عندهم رغبه شديده في مصالحه جماهيره. يمكن جماهير النادي الاهلي في مباراه سان داونز الاخيره وحضورها بالكثافه رغم المعجزه اللي الاهلي كان محتاجها علشان خاطر يقدر يفوز على سان داونز في زمن انتهت فيه المعجزات، ولكن جماهير النادي الاهلي برهنت على حبها لفريق النادي الاهلي، على حبها للكيان بحضورها بكثافه كبيره. يمكن جماهير لاعبي النادي الاهلي عندهم مسؤوليه شديده علشان خاطر يصالحوا جماهيرهم. كلهم متعهدوا من اول تمرينه النهارده ان لازم يصالحوا جماهير النادي الاهلي الفتره المقبله. كلهم قعدوا مع بعض في جلسات كتيره، مكالمات تليفونيه مع بعض، بحديثي معاهم على طول. لا، احنا لازم نصالح جماهير النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي جت سددنا، جماهير الاهلي وقفت بتحيينا بعد انتهاء المباراه رغم الفوز اللي خرجنا من بطوله افريقيا، ولكن جماهير النادي الاهلي عملت الغير اللي محدش بيعمله، سندت ووقفت ووقفه جنبنا. فلازم نصالحهم، لازم نفوز في جميع مبارياتنا المقبله علشان نفوز ببطوله الدوري. اتفاق لجميع لاعبي النادي الاهلي. طيب الحماسه الرغبه عند لاعبي النادي الاهلي في التمرين بكل قوه بكل حماس. يعني النهارده في التقسيمه لاسارتي وقف التقسيمه اكثر من مره من كثر التدخلات القويه جدا من لاعبي النادي الاهلي. لاعبي النادي الاهلي كل واحد عاوز يحجز مكان في مباراه بيراميدز المقبله. وده مؤشر ايجابي وجيد، ولكن في نفس الوقت مستر لاسارتي والجهاز الفني بيبقى خايف يعني لا قدر الله ان تحدث اي اصابات. طبعا احنا النادي الاهلي مش في حمل اصابات الفتره المقبله. يمكن يعني الحمد لله الواحد الاصابات بدات تخف اكتر من الاول بكتير. شغل مستر اسارتي بان، شغل مدرب الاحمال بان، كل طبعا باقي الجهاز، ولكن الحماس والرغبه عند لاعبي النادي الاهلي كان قوي جدا. النهارده مستر اسارتي طبعا كابتن محمد يوسف، كابتن سامي قمصان، باقي الجهاز، مدير الكوره كابتن سيد حفيظ، الكل كان على طول بيتكلم مع اللعيبه. لا بالراحه يعني، تحذيرات على طول، بلاش تخش جامد، لا بهدوء يا جماعه. الكل عاوز يحجز مكان في الفتره المقبله، الكل عاوز يكون مساهم بشكل كبير باذن الله في حصول النادي الاهلي على بطوله الدوري الممتاز. يمكن على الجانب الاخر كابتن طارق سليمان وتدريبه لحراس المرمى شريف اكرامي، علي لطفي، مصطفى شوبير، تالق للثلاث حراس النهارده تدريبه ولا اروع ولا اجمل. يمكن تالق فيها شريف، تالق فيها مصطفى شوبير الصاعد الواحد، وقدموا تمرينه قويه جدا النهارده. الظهور الاول لمؤمن زكريا يمكن حضر اول تمرينه ليه النهارده، ويمكن شارك في جزء من التمرين ثم اكتفى بتدريب الجيم، وكان ليه جلسه مع مدير الكره الكابتن السيد عبد الحفيظ. الكل يمكن في النادي الاهلي خليه نحل، الكل بيتعهد على مصالحه جماهيره. كان سيد حفيظ كان ليا يعني لقاء معاه بعد انتهاء التمرين، قال لنا بكره وبعده قافلين التمرين نهائيا عن الاعلام عن الجماهير عشان نركز في الفتره المقبله. وده طبعا ده التدريبات مغلقه بدءا من الغد ان شاء الله. النهارده كان مسموح بالحضور الاعلامي في التدريبات. مظبوط، النهارده حضور الاعلامي موجود، لكن من بكره الثلاث والاربع التمرين مغلق نهائي للجميع، التركيز فقط في مباراه بيراميدز الخميس المقبل. نتمنى باذن الله يكون الفوز حليف النادي الاهلي باذن الله. بشكرك جدا على هذه المتابعه وهذه التغطيه للتفاصيل الخاصه بتدريبات الفريق معنويا وبدنيا وفنيا، الزميل العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي من داخل النادي الاهلي ومن متابعته لكواليس تدريبات الفريق الاول. ان شاء الله تكون الامور كلها في اتجاه ايجابي ان شاء الله في التدريبات والاستعدادات الخططيه والبدنيه والفنيه وكل شيء، وايضا استشفاء المصابين وعودتهم واكتمال القوى الضاربه للفريق، وده ينعكس على النتائج في الدوري الممتاز وحسم الاهلي للبطوله ان شاء الله، وان ده مؤشراته باذن الله تظهر بدءا من المباراه القادمه، وباذن الله يكون التوفيق حليف النادي الاهلي والفوز على بيراميدز في هذا اللقاء المهم من مشوار ومن سباق الدوري الممتاز المصري لكره القدم.
الاتحاد الأفريقي بيعلن عن قيمة الجائزة المالية لبطل نهائيات كأس الأمم الأفريقية في مصر 2019. تصريحات نقلا عن الأستاذ أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، قال إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أو الكاف أرسل خطاب لجميع الاتحادات المشاركة في هذه البطولة أو لمنتخباتها بتمثل هذه الاتحادات في البطولة الأفريقية الحالية على أرض مصر، وأخطر هذه الاتحادات أنه تم رصد بالفعل مبلغ 4.5 مليون دولار للمنتخب الذي يفوز باللقب وبالبطولة. وتنظم البطولة طبعا في مصر من 21 يونيو وحتى 19 من يوليو المقبل لأول مرة بمشاركة 24 منتخب، أول مرة هذا العدد من المنتخبات في تاريخ البطولة أو نهائيات كأس الأمم الأفريقية. وأيضا أكد أن الملاعب خطة العمل والتجهيزات بتؤكد الملاعب هتكون جاهزة بدءا من 15 مايو المقبل، ويكون انتهى العمل على كافة الإصلاحات وعملية إعداد الاستادات والملاعب اللي بتستقبل مباريات هذه البطولة وتستضيف الجماهير اللي هتشارك بالحضور في مباريات نهائيات كأس الأمم الأفريقية. وأيضا ردا على بعض التساؤلات من بعض المنتخبات أو تعليق المنتخب التونسي أو أي احتجاجات وجهها أو تحفظات على ملعب السويس، قال الأستاذ أحمد مجاهد رد على هذه الانتقادات وقال إن الموعد المحدد لتسليم الملاعب للتدريبات والمباريات وتجهيز الفرق المشاركة في البطولة لم نصل إليه بعد، وهو محدد وفقا للجدول الزمني الخاص بالإعداد والاستعدادات لهذه البطولة ب 15 من مايو المقبل، وإنه وقت إعلان هذا التاريخ إن شاء الله أو الوصول لهذا التوقيت وهذا التاريخ هتكون كل الملاعب معدة تماما لاستقبال الفرق والمنتخبات المشاركة في البطولة، ومش هيكون في أي تحفظات من أي منتخب من ضيوفنا في مصر في هذه البطولة الأفريقية. وأيضا قال في عملية رصد الملاعب والإصلاحات اللي بتحتاجها الملاعب والاستادات المختلفة استعدادا لهذه البطولة، قال إن الملعب الوحيد اللي تم التأكد فنيا من عدم احتياجه لأي عملية صيانة أو إصلاحات أو إعداد بشكل خاص، وإنه الملعب جاهز تماما من الآن لاستقبال مباريات البطولة هو استاد الدفاع الجوي، أما باقي الاستادات فبتجري فيها عمليات الإعداد والإصلاح على أكمل وجه. إن شاء الله تخرج هذه الملاعب والاستادات بشكل رائع وهي بتستقبل أولى مباريات هذه البطولة. إيقاف الرئيس السابق لاتحاد الكرة البرازيلي مدى الحياة، هو عمره حاليا 82 سنة، وهو خوسيه ماريا مارين، تم إيقافه عن طريق الاتحاد الدولي أو لجنة القيم المستقلة التابعة للاتحاد الدولي، هي المستقلة وتابعة دي في نفس الوقت هي لجنة من اللجان المنبثقة عن الاتحاد الدولي، وفي النهاية هي عملها مستقل وإن كانت في إطار أو داخل هذا الكيان واللجان اللي طبعا منبثقة عنه وبالتالي تابعة وعندها طبعا قدر من التبعية للسياسات والضوابط الحاكمة لإطار كرة القدم على المستوى الدولي أو العالمي واللي بيحددها ويضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم. اليوم الاثنين تم إيقاف بشكل نهائي ومدى الحياة الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي لكرة القدم بسبب تورطه في قضايا فساد أو رشاوى مالية في الفترة ما بين عامي 2012 و2015، وتمت إدانة هذا المسؤول السابق في الاتحاد البرازيلي والقرار بتغريمه أيضا مليون فرنك سويسري أو ما يقرب من 880 ألف يورو، ومن المقرر أن يبدأ سريان العقوبة من اليوم نظرا طبعا ما أدين بشأنه هذا المسؤول السابق في الكرة البرازيلية أو الاتحاد البرازيلي، أنه أعطى أو تنازل عن حقوق تلفزيونية وخاصة بالبث الخاص بالمباريات لأكثر من اتحاد حقوق اتحادات مختلفة دولية بتتبعه، أيضا كان له دور في هذه الاتفاقيات غير السليمة ماليا أو لم تتبع القواعد والشفافية المتعرف عليها أو المحددة وفقا لهذا النوع من التعاقدات أو من الاتفاقيات المالية والاستثمارية والإعلامية في مجال كرة القدم. وهذه القضية انتهت بهذا القرار، وهو عمره الآن 82 سنة، ولكن في النهاية ليس له الحق حتى لو كان عمره يعني متقدم، ولكن في النهاية ليس له الحق في تمثيل كرة القدم أو تولي أي مناصب أو ممارسة أي نشاط رسمي يتعلق بالرياضة أو كرة القدم على المستويين المحلي داخل البرازيل أو خارج حدود البرازيل على المستوى الدولي. بهذا الخبر بنصل لحضراتكم لختام فقرتنا الأولى وفقرة الأخبار اللي تابعناها المتعلقة بالنادي الأهلي وأخبارنا الدولية أيضا في مجال الرياضة أو كرة القدم. خلونا نتوقف مع حضراتكم الآن مع فاصل قصير ونعود لنبدأ فقرات الحوار في الأهلي الليلة، ونبدأ باستضافة نجم المنتخب الوطني الأول كرة القدم ونجم الكرة المصرية والنادي الأهلي سابقا الكابتن ياسر رضوى.
اهلا بحضراتكم مره ثانيه، لسه معاكم من خلال الاهلي ليله. وضيفنا في هذا الحوار هو طبعا واحد من اللاعبين اصحاب النجاحات الكبيره على المستويين المحلي والدولي، سواء بتجاربه داخل الدوري المصري واللي كللت بالنجاح كمان بفتره كانت مميزه جدا في تاريخه الكروي والرياضي مع النادي الاهلي، فضلا عن مشاركاته المؤثره مع منتخب مصر في عدد من البطولات الدوليه. وهو كان من اصحاب كمان التجارب الناجحه في الدوريات الاوروبيه، وكانت له تجربه اكثر من رائعه باجماع الاراء في الدوري الالماني لكره القدم. كابتن ياسر رضوان، اهلا بيك وسعداء بوجودك معانا النهارده. ربنا يخليك، وانا سعيد جدا ان انا موجود مع حضرتك النهارده، وان شاء الله اكون ضيف خفيف عليكم باذن الله. دايما بتسعدنا بتواجدك معانا في استوديو قناه الاهلي وعلى شاشه قناه الاهلي يا كابتن ياسر. ربنا يخليك. هنتكلم عن الدوري الممتاز، لا وقت للتفكير فيما فات. النادي الاهلي دايما بيفكر بشكل ايجابي، بيقفل الصفحه ويعالج العيوب الفنيه اللي ظهرت او القصور الفني سريعا. الوقت مضغوط جدا، شايف ازاي مشوار النادي الاهلي والمنافسه على صداره وعلى لقب الدوري الممتاز؟ مفيش شك طبعا، زي ما حضرتك قلت ونوهت وكابتن سيد عبد الحفيظ اتكلم قبلها، ان احنا خلاص قفلنا صفحه البطوله الافريقيه بما فيها بقى بحلوها وبمرها، لكن اكيد طبعا الجهاز الفني هيقدر يتعامل في الموقف ده كويس جدا، خاصه الناحيه النفسيه بتاعت اللاعبين، ان ازاي يخرجهم من الناحيه النفسيه اللي هي خساره ان شاء الله لتكمله المسيره في الدوري. عندنا مباراه صعبه جدا، انا بقول ان المباريات المتبقيه حوالي 9 أو 8 مباريات في الدوري الممتاز هي نظام كؤوس، يعني ما ينفعش فيها غير كده، لانك انت دلوقتي متصدر الدوري. واعتقد ان احنا طول عمرنا لما بيبقى في هذا الموقف اعتقد ان النادي الاهلي بيفضل مكمل على طول، يعني وهم قادرين على كده ان شاء الله. يعني الجهاز الفني واللاعبين مطلوب منهم التعامل على انه لا بديل ان شاء الله عن الفوز في كل المباريات اللي جايه، اكيد عشان نرضي غرورنا كمان كنادي اهلي وجمهور نادي اهلي. ما ينفعش ان احنا نخرج من موسم كامل بدون اي بطوله، يمكن من اهم البطولات خلاص هي راحت وزي ما قلنا صفحه واتقفلت، لكن عندك بطوله الدوري مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه للجمهور، فان شاء الله اتمنى لهم التوفيق في الفتره اللي جايه باذن الله. طيب كابتن ياسر، من خبراتك كلاعب محترف سواء في اوروبا او في النادي الاهلي او مع منتخب مصر، ازاي اللاعبين، ايه نصيحتك للاعبي الفريق الاول في الوقت القصير ده ما بين المباراه اللي فاتت ومباراه الخميس القادم ان شاء الله امام بيراميدز، ايه الحاجات اللي كانت دايما خبراتك مع الاجهزه الفنيه المختلفه بيركزوا عليها عشان تتجاوز ويتجاوز الفريق كله زملائك اي قصور، اي دروب، اي مشكله بتحصل فنيه؟ هو طبعا الحته الفنيه يمكن احنا ما عندناش في الحته الفنيه مشاكل كبيره في النواحي الدفاعيه، لكن في النواحي الهجوميه هي حته التهديف. احنا مش هنقول احنا ما كناش بنهاجم كويس، لا كنا بنهاجم كويس، لكن عايزين حته التركيز. يمكن انا كنت طلعت قبل المباراه وقلت احنا محتاجين ان احنا نبقى هاديين بس في المباراه. لو النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي كانت هاديه في المباراه الاخيره كان ممكن النتيجه تتغير. لكن طبعا حته التسرع دي مش مطلوبه خالص. يعني انا شايف مستر لاسارت عنده، او الجهاز طبعا الفني كله عنده مهمه صعبه جدا، ولازم يبقى يقعد مع اللعيبه على انفراد مع لعيبه مع جميع في اوقات معينه. لازم تخرجه من الناحيه النفسيه، لازم ينسى مباراه سان داونز خالص، كل تفكيره دلوقتي في مباراه الدوري هي بيراميدز، مباراه مهمه جدا بالنسبه لنا، مباراه انا ما بقولش بتلاته بونت، لا ده بسته بونت، لانه يعتبر منافس معاك حاليا برضو، الفرق تقريبا تلاته بونت او حاجه زي كده. فانت محتاج مكسب عشان كمان يدي ثقه للجمهور في فرقته، ويدي ثقه للناس ان احنا ان شاء الله الدوري السنه دي هيبقى بتاعنا باذن الله. وفي نفس الوقت اللعيبه تبقى عندها ثقه في نفسها وخلاص، والموضوع يتنسي بتاع بطوله. طب موضوع الجلسات ده، قبل ما نتكلم فنيا عن توقعاتك واحتياجات فريق الاهلي فنيا في هذه المباراه امام بيراميدز، فكره الجلسات اللي بتسبق اي مباراه او بتعقب اي اخفاق حصل واحنا خلاص بنقفل الصفحه دي، لكن هل محتاجين الجهاز الفني بيقعد دايما جلسه تحفيز ورفع معنويات اللاعبين مع الفريق كله، ولا احيانا بيبقى في لاعب انا شايف ان هو محتاج جلسه منفرده او جلسه خاصه مع الجهاز الفني او واحد من المسؤولين، لان اللاعب ده لو رجع لفورمته وللتوب فورم بتاعه بيعمل فرق مع الفريق كله؟ مفيش شك طبعا مع حضرتك في الكلام ده، كلام مظبوط جدا. وعندك لعيبه كمان اصحاب خبره، مش محتاجين انك تقعد معاهم كتير، ممكن تقعد معاه في مجموعه خلاص، ده عارف طريقه النادي الاهلي وعنده خبرات. بالظبط، مش محتاج انك تقعد معاه على جنب لوحده او كده، لا انت محتاج ان هو بس مره مع الفرقه كلها. لكن انت محتاج فعلا لعيبه لازم تقعد معاهم على انفراد، لازم ترجع له الثقه في نفسه. وهو طبعا هو عارف ان هو امكانياته كويسه والمدرب واثق فيه جدا، لكن انت عارف بعد الاخفاق دايما بيبقى الواحد يعني ايه نفسيا تعبان شويه، محتاج ان هو يتكلم مع حد، فاقرب الناس ليه هو الجهاز الفني. فاعتقد ان مستر لاسارت هيقدر، وكابتن سيد عبد الحفيظ طبعا وبيت الجهاز المعاون اكيد هيعدوا الكبوه دي ان شاء الله. كابتن ياسر، انا هقول لك رايي الشخصي فنيا حاليا، وقول لي متفق ولا مختلف معايا بخبراتك الكبيره. طب
مع الغيابات الموجودة وهي مؤثرة زي وليد سليمان وسعد سمير ومجموعة مميزة جدا، ومع الاعتراف بقدرات أكتر من فريق في الدوري هجوميا زي الزمالك وبيراميدز وبعض الفرق الأخرى، لكن أنا بشوف أنه حتى لو في غيابات مؤثرة أن النادي الأهلي حاليا بيمتلك أقوى مجموعة هجوميا في الدوري المصري كله، وبشوف أنه تشكيل زي وليد أزارو وبتكليفات بقى الجهاز الفني ورؤيته للمباراة لما يبقى تحت وليد أزارو حسين الشحات ورمضان صبحي وأجايي، أنا بتكلم عن خط هجوم ورباعي لا يمتلكه أي فريق آخر أو يمتلك ما يماثله في الدوري الممتاز. لا. هل متفق مع ده ولا لا؟ احنا مش عندنا أربعة بس، احنا عندنا طبعا من ستة. أنا بتكلم عن الفريق كله يعني. بس بتكلم عن لما يبقى أنا نزعتي هجومية في مباريات أنا بشوف أن أنا عندي خط هجوم حاليا يميز النادي الاهلي عن اي منافس. لا يمكن هو في بعض الناس نويت ان كان المفروض نلعب بفرودين صراحه، بلاش اجاي كان ممكن ينزل تغيير او حسين الشحات كان ممكن يبقى لا احنا انا شايف ان الراجل يعني حط تشكيل كويس، تشكيل هجومي، لعب اتنين ديفندرات وثلاثه قدامهم وفي واحد قدام، اجاي بيكمل على طول جوه ال 18، رمضان نفس الكلام، حسين الشحات بيقطع من على الاطراف وبيخش ال 18. اكبر دليل ان احنا ضيعنا فرص كتير جدا. احنا لو في توفيق مش هنتكلم على الحكم خلاص بقى، يعني هو الحكم ده ربنا يسامحه يعني هو اللي يعني نص المشوار بتاعنا هو اللي خلص عليه يعني انا ده نص المباراه. ده في حاجه تانية يا كابتن ياسر، ان كمان احنا بنتكلم عن اوراق تانية موجوده مؤثره جدا ممكن الاعتماد عليها وتدخل في عمليه التبديل خلال المباراه الواحده بعد الاسماء اللي قلنا انها بتبدا تشكيل الفريق هجوميا وهم كلهم كي بلايرز بلغه الكوره ومؤثرين. أكيد. عندنا مروان محسن، عندنا صلاح محسن، عندنا ناصر ماهر، عندنا عدد كبير غير الغايبين، وقلنا طبعا الرباعي اللي قلنا انه بدا المباراه اللي فاتت. هل شايف او بتتفق مع الاراء اللي بتقول ان الاهلي ممكن من المباريات اللي بيركز فيها انه عايز 3 نقاط او عايز يفوز في اي مباراه، انه ممكن يعتمد على هاف ديفندر واحد وانه ممكن يعتمد على عدد اكبر من المهاجمين، ولا ده في ريسك ممكن يبقى مش لصالح الفريق؟ لا اكيد هيبقى في ريسك بصراحه، مش هيبقى في صالح الفريق، واعتقد ان احنا عندنا برضو نمتلك خط نص من اقوى خطوط النص في الموجوده في الدوري، عندنا حسام عاشور السوليه، عندنا حمدي فتحي، عندنا مجموعه كويسه جدا، مجموعه مميزه جدا، حتى طبعا. احمد فتحي طبعا. لما بيخش نص الملعب بيبقى ليه دور كبير جدا في حته احمد فتحي بذل مجهود وهو راجع من فتره كان بعيد طبعا. عن الملعب فتره كبيره، من افضل اللاعبين في الروح القتاليه وفي الاداء وفي السبرنتات والمجهود يعني في انت تشوف الاوفر في الدقيقه كام ومعمول بالقوه ديت وكده، لا ده لعيب مؤثر جدا احمد فتحي ولا غنى عنه يعني. عشان برضو في بعض الاراء تقول لك احمد فتحي كان قاعد، لا احمد فتحي ما بقالوش فتره يا جماعه، احمد فتحي بقاله حوالي 7-8 ماتشات موجود، لكن كان بيبقى موجود على الدكه في ماتشات الاخيره، دخل بعض المباريات، في ماتشات لعب من اولها، فهو مش بعيد، لكن هو فورمه المباريات ما بتجيش من بين يوم وليله يعني. لكن هو كان طبعا وجوده كان مؤثر جدا، عمل شغل كويس في الناحيه الدفاعيه وفي الناحيه الهجوميه. مش عايزين الناحيه الدفاعيه، احنا هم ما راحوش علينا يعني. انا شايف اتفرجت على 90 دقيقه، فرقه سان داونز ما وصلتش للجون بتاعنا مره او مرتين، ما كانش في تأثير يعني، لكن احنا وصلنا كتير جدا، ويعني هارد لك فعلا، ما فيش حظ، ما فيش توفيق، لان انت عارف عامل التوفيق مهم جدا في كره القدم. يعني لو في توفيق النتيجه ممكن تطلع اكتر من 5-6، لكن هو طبعا قدر. طيب يا كابتن ياسر، احنا متفقين اللي حضرتك قلته ده 100% كلام سليم، فكره ان النادي الاهلي كل خطوطه مميزه، كل العناصر اللي ضمن صفوف الفريق عناصر مميزه، خط الدفاع، خط الوسط، لكن دايما بنقول ان المباريات اللي بيحسمها مهاجمين لما بيكونوا عناصر مميزه، وده سلاح قوي جدا فنيا عند النادي الاهلي حاليا. هل احنا ممكن الفتره الجايه يبقى في تغييرات كبيره في طريقه التاكتكس او في الجانب الخططي عند لاسارتي، ولا ما حدش يقدر يعمل كده او اي جهاز فني يقدر يغامر بتغيير طريقته في وقت حاسم زي ده من مسابقه؟ لا هو يقدر يغير، بس انا شايف ان ما كانش في تاثير من النواحي الخططيه في الملعب او الناحيه الهجوميه. مفيش مشكله في انا شايف مفيش مشكله خالص يعني. لو اعتمدنا مثلا على الازارو ما لا لازم يجيب اجوان، ما هو بيجيب اجوان، وفي اوقات مش لازم يجيب اجوان، في ناس ثانيه هي اللي بتجيب اجوان، في رمضان، في حسين، في ناصر، في اجايه، في ناس كتير تقدر، نيدفيد، حمدي فتحي، كتير السولية يعني، عندنا ما شاء الله لعيبه كتير جدا تقدر تحط جوال توصل للجون وتحرز هدف. الموضوع انك خلاص انت دلوقتي وصلت لشكل الفرقه، شكل الفرقه كانت مؤديات بشكل كويس جدا في المباراه الاخيره، انا اثبت على الناس دي وابدا اشتغل عليهم وارجع لهم الثقه في نفسهم واعالجهم نفسيا شويه، وان شاء الله يبقى الماتش سهل بالنسبه لنا. في ناس بتقول ان المجموعه الحاليه الموجوده في النادي الاهلي يمكن ان تقدم افضل من ذلك كمستوى فني، يعني امبارح سالت استاذ ابراهيم حجازي قال لي انا متفق مع الراي اللي بيقول لسه ما وصلناش لافضل انتاج ممكن للاسماء القويه جدا فنيا اللي في النادي الاهلي حاليا، يعني المجموعه دي نقدر نوصل بيها الليفل اداء اعلى من كده كمان، رايك ايه في الكلام ده؟ انا متفق معاكم طبعا، لان طبعا ما تنساش فترة بتاعت الاصابات دي كانت فتره طويله ولسه عندنا لحد الان بنعاني منها. يمكن احنا ما اجتمعناش مره او الفرقه اتجمعت مره كامله،
ال 25 لاعب المقيد والمجموعه بتاعت الناشئين اللي متصاعده، عمرنا ما اتجمعنا مره واحده في الملعب، لا هتلاقي دايما عندك 10 8 مش عارف 12 مره وصلنا دايما في عناصر يعني وصلنا لرقم قياسي في الاصابات، فعمرنا ما اتجمعنا. اكيد لما الفرقه دي تجتمع مع بعض ويبقوا كلهم جاهزين في النواحي الفنيه والبدنيه اكيد هيبقى في يعني هيبقى في اسماء كويسه قوي فعلا. الناس يعني ايه ممكن هي ظلمها شويه دلوقتي حاليا، يقول لك الناس دي ممكن ما تبقاش مش دي لعيبه النادي الاهلي، لا هم دول لعيبه النادي الاهلي، بس ادوا له الفرصه ان هو يبقى سليم وان هو يبقى جاهز ويبقى عنده فورمه مباريات، وان الراجل مستر لاسارت يقدر يشتغل معاه في الناحيه الفنيه، لان الراجل يعني انا بتمرن معاه اسبوعين واتصاب واحد تاني يخش، خصوصا ان مستر لاسارت مش من الشخصيات المدربين او المدراء الفنيين اللي قافل تفكيره على مجموعه معينه، اما بيلاقي لاعب ظهر بيديله فرصه، ما بيلاقيه بيتالق في التدريبات وبيبدا مباريات احيانا بتغييرات في التشكيل. طبعا عنده التفكير ده. لا هو بصراحه ادار الفتره اللي فاتت، يعني احنا جينا في فتره كان عندنا حوالي 8 ماتشات او 9 ماتشات في شهر واحد، منهم افريقيا ومنهم دوري، واعتقد ان الراجل عدى بنجاح في المباريات وكان مميز جدا، وعن شرط ما كانش فيه ثبات في التشكيل، كان كل ماتش ممكن تلاقي اثنين او ثلاثه متغيرين، سواء بقى للاصابات او سواء للنواحي الفنيه. انا عايز برضو انوه زي محمد لحاجه، بشكر اداره النادي الاهلي طبعا على الثقه الكبيره اللي بيديها للجهاز الفني، ودي حاجه محترمه جدا. ناس كتير طلبت باقاله الجهاز، طلبت بتصرفات انفعاليه بعد النادي الاهلي. طبعا تمس لهم العذر، الناس كانت زعلانه طبعا، الناس زعلانه كلنا زعلانين طبعا، والجهاز الفني ومجلس الاداره كان زعلان وغاضب من النتيجه، ولكن في حسابات دايما النادي الاهلي حريص عليها في قراراته. ده بقى حاجه تتحسب لمجلس الاداره، حاجه محترمه جدا، وده اللي تعودنا عليه في النادي الاهلي. الراجل بياخد فرصته لاخر الموسم، بعد كده نبدا نقيمه اذا كان يكمل ما يكملش، دي حاجه ترجع ليهم هم. لكن انا بس حبيت اشكر المجلس الاداره على اللفته الجميله. لا اعتقد يا كابتن ياسر ده كلامك مهم جدا، لانه متهيألي ان لو كان المجلس استجاب لفكره المطالبات الجماهيريه او الاعلاميه اللي كانت بعد مباراه ال 5-0 في جنوب افريقيا، اعتقد كانت الامور هتبقى اسوء جدا فنيا، انه في توقيت زي ده يحصل تغيير. اكيد طبعا، انت خلاص انت بتفنش في الدوري، داخل على مباريات مهمه جدا، محتاج تركيز، محتاج ثبات انفعالي من جهاز فني ولاعبين، مجلس اداره، كل الناس تبقى ملتفه حوالين الفرقه عشان نقدر نعدي الفتره الصعبه اللي احنا موجودين فيها. هي صعبه على النادي الاهلي بكميه الاصابات اللي موجوده، بعدم وجود الفرقه مكتمله ولو مره في الشهر مثلا، مش هنقول شهر كامل، لا عايزينها مره بس نقول ايه، ان فرقه الاهلي وليد سليمان، نيدفيد، الناس اللي هي مصابه، وبعيد شريف اكرام، الناس دي تبقى كل سعد سمير، احمد الشيخ، سعد سمير، احمد الشيخ، عدد كبير جدا. برضو من الحاجات الكويسه جدا عوده صالح جمعه، دي حاجة برضو، ولما شارك بمستوى رائع وأحرز هدف وكان شكله كويس، الراجل كمان بيعرف يختار، والجمهور واثق في قدراته ومستني منه انه يرجع بقوة مع الفريق. دي ترجع برضو، مش عايزين نغفل حق الراجل ان هو بيعرف يختار التوقيت المناسب للعيب، ان هو ازاي يديله وامتى يديله عشان يخليه شكله كويس وياخد ثقة في الملعب، فدي حاجة تحتسب. ومؤشر أداء الأهلي في الدوري العام عموما يا كابتن ياسر الناس راضية عنه دلوقتي، احنا في الصداره، مبارياتنا ونتائجنا، الاوقات اللي كنا بنلعب فيها ماتش كل 3 او 4 ايام، قدرنا نحصد نقاط ونبقى في صداره الدوري، الجمهور واعي لده كمان. احنا كنا في حلقه هنا مع احد الزملاء من حوالي شهرين او 3، فقلنا احنا اتفقنا على يوم 30 ان احنا نبقى اول الدوري. صحيح ما كملتش يوم 30 لكن كملت بعدها، فانا اعتقد المجهود كنتوا بتتكلموا على 30 مارس المجهود اللي اتبذل الفتره اللي فاتت من جهاز فني ولاعيبه ومجلس اداره مجهود يشكروا عليه. معرض انك تخسر عادي جدا، فرق العالم كلها واكبر فرق في العالم بتخسر وبتطلع من بطولات كبيره وبتطلع بشكل أسوأ من كل العمالقه اللي بنشوفهم في اوروبا واشهر فرق العالم، فريق منهم واحد اللي بياخد البطوله. باريس سان جيرمان لسه خارج من بطوله اوروبا، يعني حاجه برضو يعني صعب، لكن الدنيا ما وقعتش، يعني ما خلاص ما نسوش تاريخ باريس سان جيرمان، لا التاريخ بيتحدث في الاوقات اللي زي ديت. عندنا فرصه ان شاء الله ناخد الدوري، ان شاء الله الموسم اللي جاي نبقى في بطوله افريقيا، وان شاء الله ناخدها تاني باذن الله. صعب عليك الامور شويه بقى، لو بتقترح تشكيل بتتمنى كمشجع اهلاوي وكنجم كبير من نجوم الكوره والنادي الاهلي سابقا ومنتخب مصر، تبدا تشكيل الاهلي وبيراميدز ازاي؟ اقتراحاتك او رؤيتك.
انا شايف ان في لاعب لازم يبقى موجود كمان الفتره اللي جايه، رامي ربيعه. الفتره اللي خد فيها الفترات اللي فاتت كان ماشي بشكل كويس. رامي من اللعيبه اللي عندها روح قتاليه عاليه جدا، عنده ثبات انفعالي، عنده ثقه في نفسه، لو لعيب كوره قوي ولاعب كوره ولعيب كوره، ودي بتبقى ميزه في المدافع كبيره. بالظبط يعني. فانت محتاج رامي الفتره اللي جايه. عندك ياسر ابراهيم برده لعيب كويس طبعا. طبعا اضافه كبيره للفريق. طبعا ما فيش شك. ايمن اشرف. هنختار اتنين من دول، انا بقول ربيعه وايمن الفتره اللي جايه. يعني ايمن تتمنى من الثلاثي ده الاثنين المساكين اللي هيبداوا المباراه امام بيراميدز، اتنين من الثلاثه ياسر ابراهيم وربيعه وايمن اشرف. لكن انا برجح ايمن اشرف وربيعه. ايمن اشرف كان من نجوم المباراه اللي فاتت. يمكن ما حدش حس بيه لان هو كان بيقطع بدري جدا، كان بيخلص المشاكل من قبل ما توصل عند الجون بتاعنا. فكان ماشي بشكل كويس. موجود احمد فتحي، لازم خلاص بقى هو من هيطلع مع الماتشات، بيطلع بيبقى ما ينفعش ان انا اسحبه دلوقتي وادخل هاني تاني، مع ان هاني كان من اللعيبه الفتره اللي فاتت شايل فتره صعبه جدا وملعيبه كويسه جدا وعامل مجهود كويس قوي مع الفريق طبعا، وراجل بيلعب منتخب مصر وحاجه محترمه جدا. لكن انا بتكلم للصالح العام للفريق النادي الاهلي حاليا، من وجهه نظر احمد فتحي بترجح وجوده في التوقيت ده. اكيد طبعا. طبعا. وحمدي فتحي وياسر ابراهيم كمان اشكاليه امام الجهاز الفني، لانهم في قبول جماهيري، مستواهم بيتكلم عنهم من وقت التعاقد معهم من أفضل القرارات والصفقات في فترة الانتقالات الشتوية بإجماع الآراء إعلاميا وجماهيريا. ياسر إبراهيم وحمدي فتحي أكيد ما فيش جمهور بيطالب بوجودهم على طول. لا ما فيش شك، هم لعيبة كويسة طبعا. لكن احنا بنقول الفترة اللي جاية دي محتاجة خبرات أكتر في الملعب. عندنا علي طبعا معلول ناحية الشمال. عندنا حسام عاشور والسولية في نص الملعب. دي لعيبة كويسة برضو وخبرات. عندك السولية دلوقتي بيقدر يقوم بالناحية الهجومية بشكل كويس قوي، وحسام بيأمن الحتة بتاعت خط الظهر بتاع نص الملعب. رمضان الماتش اللي فات نجم المباراة بلا منازع، يعني عمل كل حاجة في الكورة. لكن طبعا سوء التوفيق، يعني بنتكلم عن نفس طريقتنا في المباريات اللي فاتت بين 4-2-3-1. اكيد طبعا وصلنا للهاف ديفندرز الاثنين. مين الثلاثة اللي هيلعبوا تحت راس الحربة او اللي يبداوا من وجهة نظرك كابتن ياسر؟ انا بقول اجاي برضو لازم يبقى موجود، لانه بصرف النظر هو ما كانش موفق المباراة اللي فاتت. اللاعب بيبقى نازل الملعب مش عايز يبقى وحش يعني، بس ممكن خلاص داي اوف يوم مش ما كانش سيء يعني. هو اشتغل شويه لكن ما كانش سيء. هو الناس بتقارن بمستواه من وقت ما رجع من الاصابه، هو كان في قمه تالقه. أكيد طبعا. ممكن أكيد. يبقى اي لعيب في يوم مش موفق في مباراه. اكيد يعني. اكيد. وفي رمضان طبعا، وفي نصر ماهر او حسين الشحات، واحد من الاثنين. وطبعا يعني الرباعي ده ثلاثه من الرباعي ده، نصر ماهر، حسين الشحات، رمضان صبحي، اجاي. بالظبط ثلاثه تحت راس الحربه من الرباعي ده. ومين يبدا المباراه راس حربه؟ أزار. شايف ان ده يدينا افضليه ان شاء الله على فريق باذن الله التشكيل ده ان شاء الله. هل متوقع الجهاز الفني مستر لاسارتي وكابتن سيد وكابتن يوسف يبداوا بشكل فيه تحفظ، لان حسابات النقاط بقت مهمه في التوقيت ده، ولا يبتدوا بضغط هجومي على فريق بيراميدز، نظرا لانه كمان ناخد في الاعتبار قدرات فريق بيراميدز وعدد من اللاعبين المميزين الموجودين في صفوفه؟ مع احترامي طبعا لفرقه بيراميدز، يعني طول عمرنا النادي الاهلي بيتعمل لك حساب. حتى لو بتلعب المنافس الرئيسي بتاعك اكيد بيبقى دايما معمول لك حساب. احنا مش عايزين يعني، انا برضو بعتب شويه على مستر لاسارتي في الماتشات اللي كانت بره افريقيا، ان هو بيبقى حذر زياده عن اللزوم. والحذر ده بيبقى مشكله، سلاح ذو حدين. ممكن مش هتجيب، مش ممكن ما يخشش في الجول، لكن لو دخل في الجول في مشكله انك تعوض، وعايز تعوض وعايز تكسب. فالموضوع بقى تو ليفل، مش ليفل واحد. ده كان ملاحظات الناس على الشوطين للاسف في المباراه الاولى اللي كانت سبب المشكله في جنوب افريقيا، ان احنا ما وفقناش في الشوط الاول وما عملناش التامين الدفاعي في الشوط الثاني اللي كان مطلوب بقى عشان الامور ما تزدادش يعني صعوبه. فانا شايف ان احنا ننزل، لا احنا مركزين في 3 بونت، مأمنين، عندنا لعيبه كويسه جدا، نثق فيهم ونثق في قدراتهم سواء في الخط الظهر او في نص الملعب، لان دول هم اللي بيحملوا لك الجون بتاعك. احنا نلعب كورتنا، نلعب ان احنا عايزين ناخد 3 بونت. اكيد ده ضغط عصبي ونفسي على الفرق الثانيه. فبيديك الافضليه، بيخليك دايما في نص ملعب الفرقه اللي بتنافسك. هيبقى وصول الجول بتاعك بيبقى صعب. مع احترامي طبعا زي ما قلنا في الاول لامكانيات فريق لعيبه بيراميدز يعني. لكن لما تبص لها لعيبه بيراميدز عندهم 3-4 محترفين كويسين قوي، وعندهم لعيبه مصريه كويسه بتلعب منتخب مصر، بس هم جايين منين؟ من مصر ومن الاسماعيلي ومن الاتحاد ومن برضه مش يعني، انت عارف احنا بنتربى على حاجه معينه في النادي الاهلي، بتتربى على شخصيه معينه، فالشخصيه دي بتفرق.
بتفرق في الماتشات الكبيره، ممكن ترجح كفه الفريق في الماتشات يعني اللي فنيا مستواها متقارب. الله ينور عليك، يعني بتفرق معاك في الملعب زي شغل احمد فتحي كده. احمد فتحي ممكن يبقى اكبر اللاعبين سنا في الملعب، وممكن ده يخليه شخصيه النادي الاهلي اللي بيتمتع بيه احمد فتحي وخبراته محليا ودوليا بتخليه يؤدي بشكل افضل من لاعب اصغر منه ب 10 سنين. لان احنا دايما حتى في اختياراتنا في اللعيبه، لما كنت انا موجود في قطاع الناشئين قبل كده، او مثلا الجهاز الفني اللي موجود حاليا او اللي قبل كده، دايما بندور على الشخصيه. احنا ليه تمسكنا بحسين الشحات او كنا بنقاتل ان احنا لازم نجيبه؟ لان عنده شخصيه وعنده كاريزما في الملعب وصاحب قرار، ده بيفرق كتير جدا معاك في الملعب. عايزك تتكلم شويه عن الصفقه دي يا كابتن ياسر. الصفقه الجمهور مستعجل قوي حسين الشحات، بيقول حسين الشحات لسه ما قدمش كل اللي عنده، احنا عايزين الصفقه دي. فاصل ونعود للحديث عن نجم الفريق ومن اهم طبعا الصفقات اللي تم انجازها هذا الموسم، النجم الكبير حسين الشحات، ونسمع راي الكابتن ياسر رضوان فيما يمكن ان يقدمه وفي اضافته الفنيه للفريق في الفتره القادمه. جمهوركم معاكم. كابتن ياسر رضوان اهلا بيك مره ثانيه. اهلا بيك. وتوقفنا قبل الفاصل مع الحديث عن حسين الشحات. الصفقه دي جماهيريا وماليا واعلاميا كانت صفقه من العيار الثقيل، شايفها ازاي؟ والناس النهارده هل هي بتستعجل حسين الشحات؟ وهل احنا عندنا اي خلاف على قدراته كلاعب كبير ومميز فنيا وبدنيا؟ لان الناس شايفه ان او بعض الناس بتقول فين حسين الشحات لسه ما قدمش كل اللي احنا متوقعينه منه. يا ريت تكلم الناس شويه عن الموضوع. هو طبعا ما فيش شك ان حسين لسه ما وصلش للفورمه التوب فورم بتاعه اللي احنا او الناس كلها منتظره ان هو يبقى فيها يعني، ويفيد النادي الاهلي بشكل 100%. لكن ما نختلفش طبعا، او ما فيش خلاف على قدراته بالظبط يعني. كلاعب الراجل كان ماشي كويس جدا في الامارات، لعب بطوله عالم الانديه، مكسر الدنيا. قبل ما يسافر كان هداف الدوري، امكانيات غير عاديه، سرعه، قوه، عنده دريبل بالكوره، مهاري، عنده كل القدرات اللي تاهله ان هو يبقى لعيب ستار يعني. وهو فعلا لعيب ستار، لكن احنا مستعجلين عليه او ايه الحاجات اللي بتعطل شويه ان اللعيب يوصل للتوب فورم بتاعته بعد الانتقال من نادي الاخر؟ بص، الظروف اللي جه فيها برضو يا محمد، يعني الظروف اللي جه فيها حسين في النادي الاهلي ظروف صعبه. ما يتحملهاش غير ابن النادي الاهلي. مش معنى كده ان حسين يعني لا مش ده مش هتبقى ابن النادي الاهلي، مش ده ان لسه ما مرش بظروف وضغوط زي دي. الله ينور عليك. الضغوط اللي داخل النادي الاهلي سواء بقى من جمهور، اعلام، انك مطالب كل ماتش بتكسب، وان كل الفرق بتيجي قدامك بيبقى استعراض ليهم، بيبقى كل واحد بروحين مش بروح واحده، فعايز يموت نفسه عشان يقول انك كسبت. حتى ظروف الصفقه نفسها عبء عليه نفسي، لان الناس مستنيه مع كل لمسه وفي كل مباراه تشوف يعني حد مكسر الدنيا، فده عبء على اللاعب نفسه بالظبط. فانا بقول الظروف اللي اتوضع فيها حسين ظروف صعبه جدا. انا بشفق عليه. ان شاء الله الفتره اللي جايه انا واثق فيه جدا، واثق في امكانياته ان هو هيبقى حاجه جامده جدا، وهيبقى رقم واحد في النادي الاهلي. حته الثقه ياخدها اكتر طبعا، دي بتاعت الجهاز الفني وهو اللي هيديها له. لان امكانياته الفنيه والمهاريه ما حدش يختلف عليه بالظبط يعني. وهنقول لا هو جديد على الدوري، هو بس ينسجم اكتر مع اجواء يعني النادي الاهلي وضغوط مباراه. وبعدين هو ما لعبش بشكل متواصل يعني. في اوقات يعني كان بره الملعب، في اوقات بيقعد، في اوقات ما بينزلش، في اوقات بينزل، في اوقات بيبدا. فدي برده ما بتديش للعيب الثقه اللي هي 100% ان انا ايه مؤثر قوي في الفرقه. لا، احنا بنقول لك انت مؤثر واحنا منتظرين منك كتير. اي حد يتكلم اقفل ودانك الفتره دي. الفتره دي احنا ركز كل واحد في الملعب بس. كل واحد بينكر ذاته، ما بيفكرش الا في حاجه واحده بس، هي النادي الاهلي وازاي ناخد بطوله الدوري. اكتر من كده ده يعني متوقع ان حسين الشحات يعني يقدم افضل ما عنده ويوصل للتوب فورم بتاعته مع الفريق لما كتير ياخد مباريات اكتر يبقى في الملعب وفي الملعب 90 دقيقه أكيد ويشارك بصفه دائمه. اكيد مفيش شك. لكن متاكد من المردود بتاعه فنيا هيكون مردود عالي جدا. اكيد، لان ده كان واقع قبل كده. انا ما بجيبش حاجه من الاحلام او بتخيلها. لا، ده الراجل لعب في الدوري وكان هداف الدوري.
وراح وتألق بره مصر في تجربته بره مصر التجربه الاحترافيه. راجل كان مؤثر جدا في فرقته وحتى الصفقه خلصت بصعوبه يعني الناس كانوا متمسكين بيه لاخر اللحظه اللي هو يعني طبعا رجح كفه النادي الاهلي. طيب. ودي حاجه محترمه منه. انا قبل ما ننتقل للحديث عن كاس الامم وفرص مصر ان شاء الله في البطوله اللي بننظمها على ملاعبنا وطبعا بين جمهورنا المصري الجميل نهايات كاس الامم الافريقيه 2019، اختتم بسؤال واحد عن مشوار الاهلي في الدوري وعن امنياتك او اي رساله حابب توجهها للجهاز الفني بقياده صارتي او نجومنا لاعبي الفريق الاول في النادي الاهلي عن المباراه القادمه مع بيراميدز. محتاجين نعمل ايه؟ نركز على ايه؟ نتفادى ايه في المباراه اللي جايه؟ اول رساله طبعا لمستر رسارتي، خلاص انت الموضوع بقى قدامك على الترابيزه، يعني شفت اللعب في افريقيا عامل ازاي، شفت الدوري المصري عامل ازاي، ما بقتش جديد عليه او هو جديد عليك. النادي الاهلي معروف دايما ان هو بينزل ما قدموش غير 3 نقط، تعادل بالنسبه لنا خساره. الناحيه الهجوميه خليك قوي وجريء فيها، ما يهمكش حاجه يعني، واكيد دي ان شاء الله هتبقى في صالحك الفتره اللي جايه. اللعيبه لازم تقفل ودانك الفتره اللي جايه، ما تسمعش لاي حد غير الجهاز بتاعك الفني والناس اللي موجوده معاك. تركيزك في حاجه واحده بس، هي انك تاخد كل مباراه على حده، لان الماتشات اللي جايه صعبه جدا. الماتش اللي جاي ده انا بقول يعني هيفرق معاك بنسبه الفوز ان شاء الله، ان شاء الله 70% انك تاخد دوري، لان ده منافس، ولو عايز تاخد دوري لازم تكسب المنافس بتاعك. ده احد المنافسين، انت عندك 2 منافسين، نادي الزمالك ونادي بيراميدز، كسبت واحد يبقى فاضل لك الثاني، وان شاء الله نكسب الثاني باذن الله. يعني دي مباريات الحسم من وجهه نظرك بحسابات أكيد. النقاط أكيد. وبالحسابات الجماهيريه كمان اكيد اي نادي عايز ياخد بطوله لازم يكسب المنافس بتاعه. خلاص ان شاء الله يبقى الامور تبدا، الحسم يبدا من المباراه اللي جايه ان شاء الله نكون موفقين فيها، مباراه الاهلي وبيراميدز يوم الخميس القادم، وزي ما قال نجمنا وضيفنا الكابتن ياسر رضوان ايضا مباراه الزمالك هتكون مباراه لها ثقلها ولها جماهيريتها، وده المعروف طبعا الديربي المصري لقاء القمه دائما ابدا بين الاهلي والزمالك، وان شاء الله نحسمه، لانه زي ما قال الاستاذ ابراهيم حجازي اكتر من مره ان الكوره في ملعب النادي الاهلي، وانه يكفينا حصد نقاط المباريات القادمه والفوز في كل مبارياتنا اللي جايه ان شاء الله، ولا ننتظر او ننظر لنتائج المنافسين طالما احنا في الصداره متفوقين على كل المنافسين ولو بفارق قليل من النقاط ولو بنقطة واحدة، لكن يكفينا الفوز إن شاء الله في كل مواجهاتنا القادمة، الكرة في ملعب الجهاز الفني ونجوم ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي. فاصل ونعود ونتكلم بعد الفاصل عن منتخب مصر ونهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019. خلونا نشوف مع حضراتكم هذا التقرير وثقة جماهير النادي الأهلي في لاعبينا والرسالة موجهة من الجمهور للاعبي الفريق الأول في النادي الأهلي. هم ابطال طول عمرهم، ده تاريخ مشرف للنادي الاهلي، ده معروفين على مر التاريخ يعني من ايام محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره دلوقتي، ولاعيبه كبار يعني انا كبير مش صغير، انا حضرت الاجيال دي وكنت من ضمن المشجعين في استاد القاهره وشفت بطولات ومجد عبد الغني ومصطفى عبد. اقول لهم شد حيلكم وما تقلقوش من حاجه، والنصر قادم ان شاء الله. الاسود ليها زله وليها كبوه، انما مش نهايه المطاف يعني، ولا الفريق الكروي ان شاء الله في تقدم الزهار باذن الله. بالتوفيق يا رب وان شاء الله موفقين، وتحيه من زملكاويه للنادي الاهلي وان شاء الله بالتوفيق. اقول لهم كنتوا رجاله الماتش اللي فات، عاوزين منكم افضل ان شاء الله، وان شاء الله ناخد الدوري وانسوا كل اللي فات ونبدا بدايه جديده ان شاء الله. الروح والثقه والتركيز في الفرص الضايعه بتاعت الاهداف اللي هم بيضيعوها في الماتش، وربنا يوفقهم ولا يعني ان شاء الله دوري الاهلي ان شاء الله. ربنا يوفقكم، ما تركزوش مع حد اذا كان بيراميدز ولا الزمالك، يعني انتوا خليكم في حالكم وما تبصوش لحد عشان تعرفوا توصلوا. ان هم يسترجلوا ويفضلوا بروح النادي الفانيلا الحمراء وهم يبقوا رجاله بمعنى الكلمه. تركزوا في الدوري ده الاعتذار ممكن تقدموه لينا. كابتن ياسر، شفنا ثقة الجماهير ودعمها للفريق ورغبتها في ان الفريق يركز على اللي جاي، وحتى كانت لفتة جميلة كمان من احدى المشجعات اللي بتشجع فريق الزمالك، قالت لكن بتمنى التوفيق للنادي الاهلي، اكيد في المواجهة المباشرة بين الفريقين بتشجع فريقها نادي الزمالك، لكن نموذج للبعد عن التعصب يعني. أنا اهلاوي بس احترم نادي الزمالك، ده حاجة زملكاوي احترم نادي الاهلي، ان المنافسة مش معناها عداوة ابدا. لا اكيد طبعا، دي منافسة شريفة، وفي الاخر اللي بياخد البطولة بنقول له مبروك، اللي بيخسر بنقول له هارد لك. لكن يمكن دي رسالة قوية للاعيبة،
اي فريق في العالم بياخد ثقته من جمهوره. انت بص شوف جمهورك بيتكلم عليك ازاي، عنده ثقه فيك ازاي. الحاجات دي لازم تبقى في بالك او في تفكيرك وانت نازل المباراه وانت في تمرينك. دي الحاجات اللي هتخليك تبقى مركز. حتى قوتك زي ما قلت كابتن ياسر، وبتبدا مباراه المنافس دايما عامل لك الف حساب. اكيد مع احترامنا لقدرات المنافسين، ولكن هو عارف النادي الاهلي يعني ايه، انجازات وخبرات وتاريخ النادي الاهلي وروح الفانيلا الحمراء، كل دي بتدي ثقه لفريق الاهلي. مفيش شك طبعا. فطبعا بنوجه الشكر لكل الجمهور اللي حضر في برج العرب والناس اللي شاهدت المباراه في التلفزيون. الناس كلها كانت على قلب رجل واحد، ما كانش في حد خالص يشك ان النادي الاهلي هيخسر في المباراه دي. كنا واثقين جدا جدا جدا، انا واحد بعتبر نفسي جمهور وقاعد قدام التلفزيون بتفرج، كنت واثق 100% ان الاهلي هيكسب. بس كام هي دي، هي دي المشكله يعني. كام هي دي المشكله. الماتش كان صعب من هناك مش من هنا. أكيد. يعني هنا كنا هنخلصه ان شاء الله بسهوله. هي المشكله كانت في المباراه، لكن المباراه الاولى هي اللي طبعا كانت مشكله بالنسبه لنا. عموما ان شاء الله يعني نبقى افضل في اللي قادم على مستوى بطوله الدوري هذا الموسم وحسمها باذن الله زي ما قال نجمنا الكابتن ياسر رضوان، وعلى مستوى بطولاتنا الدوليه القادمه ان شاء الله، حتى لو لم يكن لنا نصيب في هذه النسخه من دوري الابطال الافريقي، بس خلاص ما فيش وقت لاعاده التفكير في الامر، بس نشوف ازاي نبقى فنيا افضل ونعالج اي اخطاء واي عيوب فنيه ظهرت. ان شاء الله الجهاز الفني والخبرات والكوادر المتميزه الموجوده في جهازنا الفني قادره على تعديل هذه الامور ان شاء الله، وان هذه الاخطاء الفنيه اللي وجدت في الفترة اللي فاتت لا تتكرر، وان احنا نستفيد من هذه التجربة طبعا شديدة الصعوبة. منتخب مصر على رأس مجموعته في نهايات كأس الأمم الأفريقية مصر 2019، شايف ازاي البطولة دي يا كابتن ياسر والمستوى الفني فيها؟ مين الأقرب؟ مصر دايما ان شاء يعني بتكون دايما من الفرق القوية اللي بتنافس، مين الأقرب من المنتخبات مع منتخب مصر المنافسة على اللقب ان شاء الله؟ طبعا بنشكر القائمين على التنظيم لكرة بطولة أمم أفريقيا اللي كانت موجودة عندنا هنا في مصر. منظر حضاري، منظر محترم، حاجة فعلا تخلي الواحد دايما رفع راسه لفوق بعد المنظر اللي شافه والحاجات اللي اتعملت. اعتقد ان البطوله هتبقى بطوله قويه جدا. عندنا ملاعب هتساعد اللاعيبه اللي هتيجي سواء بقى من بلادها او محترفين جايين لدولهم او منتخباتهم، ان هم يقدروا يؤدوا المستوى اللي احنا منتظرينه. بطوله هتبقى قويه. فرق اعتقد ان في فرق كتير جدا عندها الفرصه ان هي تنافس على البطوله. قبل طبعاً حتى الفرق يعني، قبل ما تجاوب عن سؤالي يا كابتن ياسر، هل فكره انها 24 منتخب 24 فريق لاول مره في تاريخ البطوله، هل ده يخليها اصعب او اقوى؟ ما فيش شك هتبقى اقوى وهتبقى اسرع واصعب، واحنا هنتمتع اكتر يعني. دي حاجه كويسه ان الفتره بتاعه البطوله هتبقى اطول، فهنشوف منتخبات كتير. اكيد هيبقى في متعه كرويه للجمهور، لكن الحاجه الوحيده اللي بتمناها ان يبقى في جمهور. هي دي اهم من كل شيء يعني، لان الكوره بدون جمهور ما تعتبرش كوره. فاعتقد ان لو الجمهور موجود في الاستادات ان شاء الله المنظر هيبقى مختلف تماما يعني. منتخب مصر ومين تاني من المنتخبات اللي شايف ان هم الاقرب؟ كل شيء موجود في كره القدم، وانها طبعا دايما خارجه عن اطار التوقعات، لكن الحسابات بتقول مين مع منتخب مصر هيكونوا هم الاقرب للمنافسه على صداره البطوله دي وعلى اللقب الافريقي؟ منتخب مصر. ده بنتمناه ان شاء الله يكون الفوز حليف والتوفيق حليف منتخبنا. من متابعتك للمنتخبات الافريقيه؟ لا، في طبعا منتخبات طبعا كويسه جدا. في طبعا عندك كاميرون حامل اللقب، منتخب كويس، منتخب محترم. عندك اتفرجنا على الماتش الودي بتاع منتخب مصر ومنتخب نيجيريا، مع ان ما كانش موجود معظم المحترفين فيه، لكن الماتش كان قوي، يدل ان في منتخب محترم ومنتخب قوي. عندك السنغال فرقه كويسه طبعا. عندك المغرب، عايز نوه لحاجه كمان، ان شمال افريقيا هيبقى الفرصه بالنسبه لهم افضل، لان هم متعودين على الجو ده وعلى الملاعب دي ولعبوا فيها قبل كده وجو مصر كتير. المغرب وتونس والجزائر. بالظبط يعني. فالموضوع بالنسبه لهم هيبقى مين افضلهم فنيا، افضل منتخب من الثلاث منتخبات اللي بتمثل المغرب العربي او شمال افريقيا في البطوله دي؟ هو المفروض المغرب، لان هي نسبه محترفينها اكتر في اوروبا، وطبعا محترفين كتير، وطبعا الجزائر برضو، لكن اعتقد المغرب هي افضل المنتخبات الثلاثه. عندك السنغال قلنا برضو هتبقى من الفرق المنافسه في البطوله ان شاء الله. السنغال. طيب مجموعه منتخب مصر وزيمبابوي والكونغو الديمقراطيه، طبعا ما بقولش طبعا بترتيب التصنيف، لان زيمبابوي يعني هي بتتذيل طبعا في التصنيف، في مستوى تصنيف المنتخبات المجموعه، لكن
مصر، الكونغو الديمقراطيه، اوغندا، زيمبابوي. شايف ازاي المجموعه دي، خصوصا ان في اكتر من فريق من الفرق اللي كانت معانا في تصفيات كاس العالم، وخصوصا اوغندا طبعا. انا شايف الناس بتستسهل مجموعه مصر، مجموعه مصر مش سهله خالص، زي ما حضرتك نوهت كده ان اوغندا كانت معانا في احدى التصفيات، كسبنا واحد هنا وخسرنا واحد هناك، معنى كده ان هو منافس قوي. زيمبابوي طول عمرها بيبقى عندها فرق كويسه، ممكن ما يكونش شاركت، يمكن مؤخرا كانت اتغيرت شويه، يعني مش على قدر بالظبط يعني، لكن انا عايز اقول لحضرتك ان مفيش منتخب في افريقيا ضعيف. هتقول لي ليه؟ هقول لك لان هو اللعيبه عنده بتحترف كلها بدري في سن صغير، وبيجي على البطولات المجمعه دي، بترجع بقى للجهاز الفني اللي موجود بتاعه، هو اللي بيقدر يأقلم اللعيب مع بعض، سواء المحترفين او المحليين، دي اللي بتفرق معاهم. لكن طبعا فرقه كويسه، الكونغو فرقه محترمه برضو، يعني مش هنقلل من شأنها، لكن هي تعتبر، انا شايف ان هي تعتبر اقل فرقه في المجموعه، لكن اكيد هيبقى منتخب قوي برضو لانه بيلعب. هل اقوى منافس فنيا لو بنقرا وبنتابع اداء المنتخبات دي في الفتره اللي فاتت، هل اوغندا بعد منتخب مصر هي اقوى منافس لينا في المجموعه؟ هي اوغندا فعلا اللي هي اقوى منافس معاك في المجموعه، بس ان شاء الله نتغلب عليها يعني باذن الله. يعني باذن الله. المباراه كمان حسابات ان البطوله على ملعبنا بيبقى لها واقع خاص على اللاعبين. لا، وانا قريت في احد برضه المواقع كده ان مستر اجيري يعني هيبدا يضم بعض العناصر الخبره، ودي حاجه مهمه جدا. يمكن هو الفتره اللي فاتت ما اعتمدش على مجموعه كبيره من الخبرات، لكن البطوله عندك في مصر انت محتاج الخبرات دي. يمكن انا بوجه له رساله برضه ان انت محتاج لعيبه خبرات في بطوله على ارضك وفي وسط جمهورك، اللعبة دي تفرق معاك كتير جدا. اللعبة الشباب اللي داخله كلها لعيبه مميزين في فرقهم ولعيبه محترمه وتعمل ثقل لاي فريق، لكن البطولات الافريقيه دي مش محتاجه تجارب، ما ينفعش تجرب فيها، خاصه الوقت هيبقى مش كبير بالنسبه لك، لان الدوري يا دوب هيخلص، هتخش على بطوله افريقيا على الناس المحترفين اللي جايه من بره، فالوقت مش كبير، فانت محتاج لعيبه عندها خبرات، ادت التجارب دي قبل كده ولعبت على البطولات وخدت بطولات، وان شاء الله يبقوا موفقين. ده كان هيبقى سؤالي التالي لحضرتك يا كابتن ياسر، رايك في او مقارنه سريعه بين شكل وشخصيه اداء منتخب مصر تحت قياده اجاري مقارنه بالفتره اللي فاتت تحت قياده كوبر. بص، مستر كوبر يعني هو كان محجم لعبتنا شويه، او يتميز طريقه لعبه بالناحيه الدفاعيه اكتر، فعشان كده احنا ما ظهرناش بالمستوى المنتخب او الجمهور المصري من منتظر من منتخب مصر. لكن مستر اجيري اعتقد ان هو في الحته الهجوميه اكتر، بيحب يلعب كوره من تحت، يبدا الكوره من تحت ويبدا يوصل في الناحيه الهجوميه، فدي حاجات بتميزه عن المدير الفني السابق. انا بس هي زي ما قلت لحضرتك يا استاذ محمد، ان هي الفتره اللي جايه لازم اختياراتك ناس تكون خدت التجربه قبل كده. يعني هل تفتكر ممكن يبقى في تغيير عن شكل او مجموعه اللاعبين اللي كانت بتدخل وتخرج منتخب مصر وتحضر تجمعاته المختلفه موجوده في المنتخب بشكل او اخر، سواء في المباريات الاساسيه او في الوديه، هل ممكن تخرج الاسماء اللي هتكون بتمثل قائمه مصر في البطوله دي عن المجموعه دي، وممكن نشوف وشوش ما كانتش موجوده الفتره اللي فاتت؟ ممكن في ناس ما كانتش موجوده الفتره اللي فاتت تبقى موجوده الفتره اللي جايه. زي مين؟ ودي اللي بتتمنى زي مين يكون موجود؟ يعني وجهه نظري الشخصيه، انت احمد فتحي لازم يبقى موجود، عبد الله السعيد لازم يبقى موجود، في لعيبه تانية كويسه، وليد حظه ما كانش موفق اصابته الفتره دي انه بعد، ولكن يعني لكن هو طبعا السنتين اللي فاتوا بيقول يا جماعه وليد كان لازم يروح المنتخب من فتره طويله، يعني من وقت مستر اجيري ما مسك كان هو نمبر 1 في مصر زي ما بنقول يعني. لكن طبعا يعني هو ما كانش محتاجه في الفتره دي حاجه ترجع له. حتى في اجماع في الاراء عليه في مستواه لما بيبقى في حالته الفنيه والبدنيه وسليم وبيشارك في المباريات، مش بس جمهور الاهلي، جمهور اي نادي اخر بيتكلم معانا بيقول وليد سليمان بيعمل فرق مع الاهلي. وليد سليمان له تقله في الملعب ومؤثر جدا. اكيد طبعا ما فيش شك، اتمنى طبعا الشفاء العاجل. هو طبعا الحمد لله بقى كويس، هو بس في المانيا بيجهز دلوقتي يعني بيشوف بنطمن عليه ان شاء الله، ويبقى في اقرب فرصه موجود في الملعب باذن الله. باذن الله. طيب هنتكلم عن المحترفين وتاثيرهم، هل منتخب مصر النهارده وجود نجم بحجم محمد صلاح وحالته بدا فنيا الموسم ده كمان يعلى مره ثانيه، وبدات اهدافه يبقى لها شكل مختلف جدا الموسم ده، والمنافسه مع مان سيتي على صداره الدوري الانجليزي، مين الاوراق اللي هي بتعتبرها الاوراق الرابحه في منتخبنا الوطني؟ طبعا في مقدمتها محمد صلاح، مين تاني؟ محمد صلاح، النني، تريزيجيه، في ورده،
يعني دول ابرز العناصر اللي شايف انها مهمه جدا. دول مهمين جدا، دول اصلا الهيكل الاساسي بتوع المنتخب يعني. بقى لهم فتره طويله طبعا لعبوا اكثر من بطوله، مستلمين من جيل كان جيل برضو عظيم، ابو تريكا والناس دي، صلاح لحق الناس دي، ونين لحق الناس دي، فاعتقد ان دول مؤثرين جدا في المنتخب وهيكل اساسي مع الناس الموجوده هنا طبعا في مصر اللي هم برضو ما طلعوش بره المنتخب كتير، لكن اضافه للناس اللي هتخش ان شاء الله. مين من نجوم النادي الاهلي غير الدوليين اللي انضموا طبعا في الفتره اللي فاتت بتعتبر انه عنده فرصه انه يلحق بركب المنتخب في البطوله دي؟ رامي انا شايف ان رامي ممكن يبقى الفتره اللي جايه، يمكن انا اقول لك ندفد لولا الاصابه، انه الفتره الاخيره ندفد كان مستوى عالي جدا فني. اكثر من رائع طبعا. ما انا برضو علامه استفهام رمضان صبحي ليه مش موجود في المنتخب، كان المفروض يبقى على الاقل المباراه اللي فاتت دي، المباراتين اللي اتلعبت للرسمي والودي، كان يبقى موجود معاهم يدوا له فرصه، لان رمضان مش صغير في السن، لكن هو مش لعيب صغير، لعب منتخب فتره طويله وفجاه بقى منتخب اولمبي. خلاص انت حتى انت لو بتعاقبه في اي شيء من الاشياء خلاص الموضوع انتهى، انت دلوقتي بتفكر في مصلحه بلد وجمهور مصر كله منتظر ان شاء الله، وبتختار افضل عناصر حتى لو كل جهاز فني بالزبط. حتى لو المنتخب له رؤيه في طريقه تكليفاته لرمضان صبحي مختلفه عن تكليفات رمضان اللي بتلقاها من الجهاز الفني للاهلي، لكن أكيد. لا خلاف على قدراته كلاعب او بالظبط يعني. وبعدين يعني. انت مش هو مش جديد على المنتخب، لا ده الراجل لعب عنده خبرات دوليه طبعا كاس كبير. عالم يعني مش ما ينفعش ان انا اهمله مره واحده كده، وهو ماشي ما شاء الله يعني مع النادي الاهلي بيقدم اداء رائع. فانت كانت مشكلتك ان هو ما كانش بيلعب او مثلا بيلعب درجه ثانيه، لكن هو دلوقتي موجود. هل ممكن رامي ربيعه لو شارك بقوه مع الاهلي في الفتره الجايه وكانت رؤيه مستر لاسارتي الدفع بيه، انه رغم السنه تقريبا او اكتر اللي غابها، يمكن اكتر من سنه كمان، بنتكلم عن سنه ونص غابها عن الملاعب، انه يرجع بقوه او مستوى يؤهله لحجز مكان في التشكيل الاساسي للمنتخب؟ ما تنساش ان رامي ربيعه قبل ما يتصاب كان رقم واحد في المنتخب في المساكين، فانا اعتقد كامكانيات احنا ما حدش يختلف عليها، هي حته عمليه ان هو يجهز فورمه مباريات خلاص، ما اعتقدش ان حد يقدر يوقفه، لكن مستواه الفني يؤهله لده اكيد طبعا. طيب الفتره الجايه ايه الحاجه اللي بتتمنى ان منتخب مصر يركز عليها قبل البطوله فيما يتعلق بالاعداد للبطوله؟ اي مباريات ممكن ناخدها في الفتره الجايه، خصوصا ارتباطات الفرق مش هتسمح قوي بتوقفات او مش هتسمح بوقت كبير؟ هي كانت الفرصه اللي فاتت يعني، كانت دي كانت اقرب فرصه ان هو يقدر يضم اللعيبه اللي هو بيفكر فيها حاليا دلوقتي، اللعيبه اصحاب الخبره اللي موجوده. يمكن زي ما حضرتك قلت الوقت هيبقى ضيق جدا بالنسبه له، ممكن يعمل اكيد هيعمل ماتشات تانية، فدي فرصه ان هو يجمع المنتخب مره تانية سواء بالناس المحترفين او الناس المحليين، ويشوف القوامل في المنتخب عامل ازاي، الفكر بتاع مستر اجيري هيبقى عامل ايه، لان في لعيبه طبعا ما اتمرنتش معاه لسه. اخيرا فين مستوى البطولات الدوليه الافريقيه، كاس الامم فين على خريطه تصنيف البطولات الدوليه في العالم، بتشوفها مستواها ايه لو بنتكلم ونقارن، مين اول بطوله، مين ثاني بطوله، مين ثالث بطوله في المستوى الاعلى فنيا؟ هو طبعا اوروبا ما يعني ما دي مفيش خلاف مفيش خلاف عليها، لكن لما تيجي الـ 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 شوف بقى امريكا الجنوبيه ولا افريقيا مين افضل كبطوله يعني انا شايف دلوقتي افريقيا تصنيفها يمكن ممكن يجي رقم 2 او اسيا طبعا، احنا ما طبعا كل الاختيارات لان انت لو بصيت لعدد المحترفين الافارقه اللي في اوروبا او في العالم هتلاقي عدد كبير جدا، سواء بقى دوري ممتاز او درجه ثانيه، عدد كبير جدا. فبطولة مهمة، هتلاقي ناس عندك كتير، سمسرة كتير جدا من كل أنحاء العالم بتفرجوا على البطولة، لأن زي ما قلنا في لعيبة صغار السن موجودة، في لعيبة عايزين يبدأوا مرحلة الاحتراف، فالحاجات دي مهمة جدا، فأنا بعتبر بطولة أفريقيا رقم 2 في العالم يعني. إن شاء الله تكون البطولة على المستوى تنظيميا وإداريا وجماهيريا وفنيا كمان، زي ما بيقول كابتن ياسر رضوان شايف إنها تاني أفضل بطولة فنيا في البطولات الدولية بعد كأس الأمم الأوروبية، ويتفق مع آراء كتير بتقول إن أصبحت بطولة الأمم الأفريقية أو نهائيات كأس الأمم الأفريقية هي البطولة التانية في مستوى الأداء وفي حجم المهارات وفنيات كرة القدم اللي بتقدم ومستوى المنافسة في هذه البطولات الدولية. نتمنى تكون ناجحة بكل المقاييس، ونتمنى يكون التوفيق كمان إن شاء الله حليف منتخبنا الوطني الأول في هذه البطولة ويحصد اللقب ويسعد جماهيره، خاصة إن البطولة على ملاعبنا وعلى أرضنا وبين جماهير الكرة الجميلة في مصر. بشكر حضرتك على وجودك معنا، شكرا جزيلا لك، نجم نادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا كابتن ياسر رضوان، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا محمد، متشكر جدا. مشاهدينا بشكر حضراتكم على المتابعة، وصلنا إلى نهاية وختام هذا الحوار.
ولكن ابقوا معنا، فقراتنا مستمرة وحوارات متميزة بيجريها بعد الفاصل زميلي العزيز محمد سعيد مع كل من الناقد الرياضي الكبير الأستاذ عصام شلتوت، وبعد اللقاء مع الأستاذ عصام هيجرى حوار آخر مع نجم نادي الأهلي سابقا الكابتن شمس حامد. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، والفقرة الحوارية الثانية من برنامج الأهلي الليلة، واللي هنناقش فيها النهاردة موضوعات عديدة. أولا هنتكلم على الأحداث الأخيرة في الكرة المصرية بشكل عام والمباريات الإفريقية، وبالتالي استعداد الأهلي للمرحلة القادمة بعد الخروج الإفريقي أمام سان داونز، وأيضا كمان شخصية الكرة المصرية. يمكن هنلقي الضوء مع ضيف النهاردة وضيف هام جدا، ويمكن هنستعيد بعض النقاط اللي اتكلمنا فيها في الحلقة السابقة قبل مباراة الأهلي وصن داونز، لأن هي ملمسة معانا مستمرة حتى بعد هذه المباراة. لكن في البداية شخصية الكرة المصرية، لو نرجع بالتاريخ لورا شوية آخر 5-6 سنوات، ابتعاد الأندية المصرية عن التتويج الإفريقي أكيد ليه أسباب عديدة. الفكرة فقط مش إحنا نبتعد عن المسألة الفنية أو نبتعد عن فكرة المدير الفني والتشكيل والتغييرات وما حدث في مباراة سان داونز، لكن إحنا بنحط إطار عام، بنشوف الأزمة فين والمشكلة فين، لأن آخر 3 أو 4 سنوات بتوصل للمراحل النهائية، لكن في ظروف أكيد بتكون لها سبب رئيسي في ابتعادك عن التتويج الإفريقي، تحديدا بعد 3 بطولات إفريقية عام 2012 2013 2014، والظروف اللي في التوقيت ده الأهلي فاز فيها ب2 دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، ثم في آخر 5-6 سنوات ابتعاد تماما بعد الوصول حتى للمباراة النهائية عن الفوز بالبطولات الإفريقية. أكاد ليها أسباب، ممكن تكون لها أسباب فسيولوجية، لها أسباب لها علاقة بشخصية الكرة المصرية وما حدث في الدوري المصري والأحداث الرياضية خلال ال5 سنوات الأخيرة عن الأحداث اللي كانت موجودة في الفترة ما بين 2012 و2014. أيضا هنتكلم على قصة الجمهور، والجمهور واللي ضرب المثل بشكل كبير جدا وما حدث في هذه المباراة، واللي كنا أيضا ألقينا الضوء على فكرة دخول الجمهور وإزاي نساعد المسؤولين إن إحنا كمان هذه المباراة يملأ أو يمتلئ استاد برج العرب بعدد كبير جدا من جماهير النادي الأهلي. ومن داخل المدرج هيكون معانا قصص وحكايات لأول مرة، بالتأكيد جمهور النادي الأهلي دايما داخل المدرج عنده قصص وحكايات في هذه المسألة. أيضا هنلقي الضوء على مباراة بيراميدز يوم الخميس القادم وكأس الأمم الإفريقية، أحداث كتيرة رياضية خلال الفترة الحالية. لكن في البداية برحب بضيفي الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي الأستاذ عصام شلتوت، وهو بالمناسبة نائب رئيس اللجنة الإعلامية لبطولة كأس الأمم الإفريقية مصر عام 2019. أستاذ عصام برحب بيك، منورنا. أهلا بحضرتك أستاذ محمد وكل الجماهير، أهلا بحضرتك. في عناوين رئيسية قدمت بيها هذه الفقرة لأن احنا هنلقي الضوء عليها. دي رائعة بصراحة، انت رحت مساحة مش بعيد قوي عن اللي الواحد حابب يقوله، لانه ده حتى لو انت بتعتبر انك مذيع في قناة النادي الاهلي قلت لي جمهورك وجمهور القناة، احنا مش بنقول ده عشان نبعد اسباب فنية او اسباب اجرائية او اسباب من اللاعبين او من الجهاز الفني او من القيادة نفسها داخل وأثناء خطة وأداء المباراة. وبالتالي لنكت على عنوانين مهمين قوي، قلت آخر 7 سنوات من 2014 ل 19. أيوة. 5 سنوات يعني اعتبرهم 6 مواسم. 6 مواسم صح كده؟ بالظبط. في آخر مشاهد الكرة المصرية بجمهورها، ودي حاجة مهمة قوي، وكمان لو قلنا النادي الأهلي تحديدا مع مانويل جوزيه، مع الراجل اللي استكمل مسلسل الحداثة اللي كان النادي الأهلي بيمشي بيه، اللي هو معاك تيم وكمان معاك كل المعدات والأحدث موجود داخل جدران النادي الأهلي أو في الشق الفني، ومن ثم مجلس إدارة وقتها لا يبالي كما حدث مع مجلس كابتن حمود الخطيب بعد ما بدأ يضخ كل النجوم المطلوبين جماهيريا وفنيا أو فنيا وجماهيريا. وبالتالي مشهد الجماهير لما بتنقل انت من ملعب فاضي مهما كانوا نجوم نادي كبير لملعب مليء بالجماهير زي ما حدث في النهائي، حتى بعيدا عن أحداثه والضغوط اللي مورست على الأهلي في تونس، لكن ملعب مليء بالجماهير يفرق كتير قوي عن ملعب بدون جمهور. تمام، ده هيودينا للجزء الفني برضو اللي الناس حابة تعرفه. ومن ثم النادي الأهلي حتى بعد منول البطولات التي حازها بعد منول الأفريقية
كانت زي ما تقول عربية فيها آخر بنزين مع كابتن حسام البدري أعتقد 2012 صح كده مظبوط، ثم كابتن محمد يوسف، محمد يوسف يعني ما تبقى من بنزين. والدليل أنه تقريبا كلا المدربين عملوا بنفس الطريقة والأداء، وكانت اللعيبة طلعة يعني المطلع خلاص فبقى واقفين فوق. ده بالنسبة لدور الأبطال إن 2014 الكونفدرالية مع جريدو طبعا. وبالتالي جي مستر جريدو حدث الحكاية بالباص القصير، وأعتقد أنه الوقت برضو عنده نتائج كويسة مع الفرق اللي اشتغل معاه بالظبط. ومن ثم هنقول بقى وصلنا المساحة دي إزاي. كان كوبر أيضا متحفظ جدا عشان نوصل بعد ما كنا ما بنوصلش، لكن كان بيسعفه ايه تحفظه ده في جزء شخصية الكرة المصرية اللي لسه في ناس بتقول لما اطلع العب بره دافع. الكلام ده كان في السبعينات ومنتصف تمانينات القرن الماضي، اطلع دافع بره واجي هنا ابدأ اهاجم. لا 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 لا، الموضوع ما بقاش كده. ولا ما كان الاهلي ليفوز في رادس اكثر من مرة وفي ملاعب اخرى، انا بكلمك حتى عن جلب الكأس نفسها بالظبط. وبالتالي شخصية اللاعب لولا ان كوبر كانت فكرة الاحتراف قد فتحت على مصراعية، وبالتالي القادمين والمتحكمين في الأداء مع شبابنا اللي من جوه البلد كانوا خلاص ده جاي مش خايف من الجمهور، ده جاي حابب يشوف الجمهور، حابب يستكمل نفس المسيرة. وبالتالي دول عنصرين مهمين جدا في الحالة بقى الحمراء أو في الحالة الأهلوية. طبعا حدث ولا حرج عن هذا الجنبي الغريب، هذا الرجل يكره هذا الوطن وفي القلب منه النادي الأهلي، ده قصة قايله فيها، ده قصة تانية، ده ما فيهوش هزار. لكن الحقيقة برضو في نقطتين كده كان يجب على مدير الكرة الأهلاوي أن يعلو صوته. كابتن سيد بلاش بقى قصة أنه النادي الأهلي لا يتحدث كثيرا في النواحي التحكيمية، لا، هذه المرة كانت يجب أن تختلف. كان لازم بقى مراسلات للكاف ومراسلات للإعلام، الراجل اللي جاي ده خلي بالكم، طب ده ليه، طب اشمعنى ده، حتى لو كانت القاعده انه مش هيتغير مش هيتغير، بس ما كانش هي يا راجل، ده كان بيتعامل مع اللعيبه كانهم ولاد اخوه بتوع صن داونز، يعني بيروح للراجل يقول له مالك يا حبيبي في ايه، حاجات كده يعني. لكن برضو لما تقول لي لعيبه استثارها الحكم، لا، المحترف لا يستثار. وصلت لحوالي 6 انذارات. ما انا بقول لحضرتك اهو، اما تقول لي بقى لاعب الاهلي كلاس ايه يستثار، لا، خاصة انه عارف انه قد يكون معرض لكمين او طعم. طب السمكة في البحر غلبانة مش محترفة، لكن انت نجم محترف، انت نجم لا يمكن ان تبلع طعم استثارة من حكم. تمام، ده عشان ندي كل حد حق. تعال بقى للعناصر التدريبية الغائبة واللي كان الاهلي، وانا مصر على ده، دائم السواء في المقدمة او بيبقى قاطرة التطوير. لا، ما أعلمه قلنا أنا وحضرتك بمعلوماتنا أن هناك تحديث فيما هو لوجيستي وما هو فني في قطاع كرة القدم الأحمر، لكن فكرة تكوين فريق اللي خدت الوقت لغاية بدء السيزون ثم ضغط البطولة حتى الآن لازال يعني نقول القمح أخضر، يعني ما مش معقول أنت معك قمح وأنا زرعه فمش معقول هتاكله أخضر، لازم تستنى لما يصفر. بين بقى لازم تخدم القمح ده كويس إن صحت المقارنة يعني. وبالتالي أعتقد أن النادي الأهلي الآن، لأنه لا يمكن أبدا أن يكون في مجالس بتتدخل لا قبل كده ولا دلوقتي ولا هتحصل، وأن قطاع الكرة يعمل وحده، وبالتالي أكيد أن المطلوب من الجهاز الفني أن يعود لتطبيق كل القواعد وكل الحداثة. أعتقد أن هناك نقاط كثيرة فيما هو أداء اللاعب نفسه، اللاعب المحترف يجب أن يعمل على أدواته، وقارن كده بأنصاف الفرص. أنصاف الفرص دي لو جمعتها زمان كان في 7-7، دي اسمها ربع جون، يعني الكورنر بربع جون. تمام، لو جمعت أنت أنصاف الفرص اللي ضاعت، لا، هي أهداف، بينما لاعب آخر لا يخطئها. لا يخطئها ليه؟ لأنه هو بيروح بأدواته دي ساعة نص ساعة حسب يعني التايمينج، يزود أدواته. اللي بيشوط بيشوط، اللي هيدرز بيلعب بدماغه، اللي تاكلينج بيتاكلينج، وهكذا. اللاعب يجب أن يكون أكثر تركيز على أدواته هو، والدليل أنه بنشوف إزاي كريستيانو حتى الوقفة دي بيوقفها على 100 كرة يسددها. عشان كده هو عارف توافقه العضلي العصبي مع ممارسته ل100 كرة هي واحدة من عناصر
دخله، لانه لما بيجوا يقيموه عشان يحطوا المرتب يبقى الراجل ده اللي بيجيب من 10 فاولات 8 او 9. ومن ثم ده الجزء اللي بنطالب بيه نجوم الاهلي، الاهتمام بادواتك الشخصيه باسلحتك العموميه، وبالتالي ده الجزء المنحصر في فكره اداء بعض النجوم. تمام. طيب انا عايز ارجع برضو لقصه او موضوع شخصيه الكره المصريه. هنا الشخصيه برضو مع الوضع في الاعتبار، ما حدث من متغيرات في موضوع الاجهزه الفنيه او منتاليتي او تفكير اللاعب المحترف، ادوات التدريب، كل الامور دي بتساعد بشكل ايجابي جدا. وشفنا حتى في القاره الافريقيه عدد من الانديه ابتدت تشتغل على ده وبقى في تطوير في الانديه الافريقيه طبعاً. لكن انا برضو في الجزئيه ديت عايز ارجع لمنظور مهم جدا، وهي المؤسسه التي تدير كره القدم في مصر. ما حدث خلال اخر 5 سنوات يا استاذ عصام لو ربطناه بما حدث في 2012 و13 و14 هو العكس تماما. في 12 13 14 المسابقه المحليه بعدد المباريات سواء مش موجوده خالص نتيجه الغاء الدوري او عدم اقامه المسابقه، وبالتالي الاهلي كان بيلعب مباراه افريقيه كل اسبوعين، فبالتالي تركيزه في البطوله الافريقيه وما فيش ضغط وما فيش اجهاد. 2014 ابتدت العمليه تشتغل شويه ولعبنا دوري مجموعتين، لكن من 2015 لغايه الموسم الحالي الدوري وصل 19 نادي، 21 نادي، 18 نادي، مفيش حتى تفكير لتقليص عدد الانديه نوصل ل 16 او 14، لان نفس الفكره دي بقت في تونس وفي المغرب، بيقلصوا الموسم المحلي، فبالتالي الانديه بقت عندها استعداد افريقي وبتلعب كل المباريات وكل البطولات وبتحقق نتائج في الاخر. هنا شخصيه الكره المصريه اللي اقصدها مع الجزء الفني اللي حضرتك شرحته، برضو الجزء الاداري المتعلق بتنظيم المسابقات في مصر وما هو تاثيره بشكل كبير جدا على الانديه المصريه في المباريات الافريقيه. ما هو ده اللي بقوله لحضرتك، حتى في الجزء ده يجب أن يكون الأهلي في أول الصف وهو يطالب باللي حضرتك قلته ده، بل ويصر والإعلام ياخد من النادي الأهلي ويطرح، لكن الناس مش هيبقى مستساغ ليها. إن أنت وأنت ما عندكش دوري صحيح عامل أريحية، لكن ما عندكش استعداد دائم، في نفس الوقت بتاخد البطولة القارية، وأنت عندك دوري أكيد بقى فيها أجهزة فنية للأمانة تستطيع أن تعمل على مدار الـ 73 ساعة والـ 74 ساعة، في النص في مشاكل طبعا، لكن دايما جمهور الأهلي كل الكبارة التي ينتظرها هي أن الأهلي عابر للمشكلات، أن الأهلي مطور بطبيعته، ومن ثم حتى يعني مع أي متغيرات كنت بتلاقي الأهلي بيستدرجها بيلف من الشارع التاني ويروح حيث بغيته، وبالتالي هو ده اللي انا بقوله لحضرتك. ما هو التنوير اذا اقرنا وده بنسبه جيد جدا او 80% كويس موجود، الا وهو ان احنا حتى الان مش لاقيين دوري محترفين حقيقي يحفظ للانديه حقوقها في لاعبينها اللي هم بمئات الملايين، ما بقوش بالملايين بس، في صناعه اسمها كره القدم يجب ان الانديه تربح منها، ومن ثم اذا كان صاحب النظام مش حاطط السيستم ده الاهلي كان بيعمل ده بسوفت وير بتاعه، هو كان بيعمل منظومه محترفه خاصه بالنادي الاهلي، فيدفع بجهاز فني يحمل ناس تقدر تدرب اللعيبه على مدار الساعه وتقدر يبقى عندها تغذيه وتقدر 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 تعيدهم من الاصابات. كان الاهلي يلجا منذ القدم لتسفير اللاعبين للخارج قبل ما الحاله الطبيه هنا تبقى يعني 75% شبه اوروبا، مش هنقول 100% يعني، بس احنا بقينا نلعب مباريات اكتر من الانديه الاوروبيه. ما انا بقول لحضرتك اذا انت يجب ان تراعي الحاله اللي انت فيها، خاصه انه حد هيقول لك ما انت شبه منافسك، انت بتشعر بده امتى؟ وانت في المنافسه القاريه، يعني هتيجي تتكلم فيقول لك كل الانديه المصريه على نفس الشاكله، لكن مش كل الانديه المصريه مطلوب منها اما الفوز بالدوري وفي حالات اخرى ربما الوصافه ممكنه، لكن في حاله النادي الاهلي اما ان تفوز او كانك يا ابو زيد ما غزيت. لما بتطلع بقى تلعب قاره، بس مش كل الانديه المصريه نادي الاهلي. ما انا بقول لحضرتك اهو اذا كنت من الشريحه دي فمطلوب منك ان تكون الاول. بالظبط. بتحاول وتجتهد، لما بتطلع بره قد يؤثر فيك فكره زياده عدد المباريات، زياده الساعات، زيادة ما هو عدد الأندية، وبالتالي طموحك أنت في أن تكون موجود وحاضر مش للتمثيل لا للفوز، بتفرق معاك في البطولات الأفريقية. لكن بعض الضربات لما حصلت في نهائيين لعبهم النادي الأهلي لا كان وارد جدا أنه بضبط أداء تستطيع أن تفوز، هناك ما هو خطأ شخصي في المنظومة لا يمكن إصلاحه عبر مسؤول الكرة الأول،
حتى لو كان محبوب الخطيب زي ما الناس بتحب تناديه مشرفا على كرة القدم ومعه مجلس الكل لديه ملفه، ولكن النادي الأهلي لا يتدخل في صنيع ما يفعله المدير الفني ولا المدير الإداري ولا الجهاز، ولا بيسأله طبخين النهاردة ولا هتلعبوا مين ولا الكلام ده، غير دي الحالة الأجنبية بتاعت الكرة المصرية اللي هي الحالة الحمراء. ومن ثم يجب أن يتم التعامل معها دائما باعتبار ده النموذج المستورد على الأقل على الكرة المصرية والعربية. روح بقى بيها شمال شوية، تيجي بيها يمين شوية، لكن واعتقد ان ده برضو الذي يصنع الان. ما نعلمه زي ما انت عارف انه في جيم جديد اللي هو عند المدرج، انه حتى الارضيه في كلام انها مش بس تبقى يعني جميله بالمعنى الدارك، لكن احدث ارضيه. اعتقد ان في ادوات قرب وصولها زي الاستشفاء وخلافه وكذا، اعتقد ان في معدات، بس المعدات دي عايزه ناس زي ما قلنا برضو على بعض اللاعبين قبل الانتقالات الشتويه الماضيه. يعني ان الروح الحمراء تحتاج اجساد، طب الناس جابوا الاجساد اللي تلبس بقى الروح الحمراء دي، بيحتاجوا بقى التفاعل مع الروح الاهلاويه، مع الحاله التنافسيه الممكنه وغير الممكنه زي ما كانوا معودين جمهورهم. وبالتالي لا يمكن ابدا في النادي الاهلي على ما اعلم السماح بشماعه حكم او حتى شماعه جنرال توفيق. بالتأكيد دي ممنوعات بالتاكيد من الاداره العليا، لا تستجيب ابدا حتى لو ضبطت حكم هنا واخر هناك، حتى لو ضبطت بعض يعني من يضع العراقيل او يعني يفخخوا الطريق امام طائرة الأهلي وهي منطلقة. الإدارة دائما عودت الناس أنها لا تستجيب لهذا، لن تسمع لا من نجومها ولا من إداريها ولا من مدربيها. هتقول له الراجل لغى جون هيقول لك هات ثلاثة غيره، هتقول له دي والله أوفسايد هيقول لك ما عرفكش، ضربة جزاء ما تحسبتش، طب فين ضربة الجزاء التي تجبر الحكم؟ ده سر سعادة جمهور الأهلي بناديه دائما أو بفريق كرة القدم. وحتى في الألعاب الأخرى، من في مصر فعلها قبل النادي الأهلي في موضوع كرة الماء، صحيح لا زال تحت التحقيق، لكن من الذي يستطيع أن يخرج ببيان أن الواقع تحت التحقيق؟ بل ويتحدث رئيس النادي مع رئيس نادي الجزيرة المستضيف ويبلغه أنه ما كان ليحدث، وأن التحقيق الآن مع فريق كرة الماء بالنادي الأهلي. دي الخطوات اللي دايما بتضمن للجمهور الأهلاوي فكرة العزة بناديه. ولو في مشكلة أو في خطأ لازم دايما بنشوف الصح فين ونعالجه بصح على طول، وبالتالي الناس لن تتقبل إلا إصلاح. إنما النادي الأهلي، ويمكن أنا كنت في قناة والحديث من زميل آخر إنه هل يجلس لاسارتي أم يذهب أم قلت لهم يا جماعة الأهلي لا يتعامل لا بكتلة من المباريات ولا بكتلة حتى من النتائج ولا بكثرة من الخسائر. هذه ليست المرة الأولى التي كان سيفوز بها الأهلي بكأس أفريقيا، وليست المرة الأخيرة ربما التي يتعرض لها كبير لخسارة، فقد تعرض لها برازيل، تعرض لها البايرن، تعرض لها أعتقد كمان برشلونة بالزبط. ولكن دي بتبقى أوقات الإصلاح عند الكبار أو مزيد من التطوير. طيب اختار لك واحدة من الاثنين في إطار الإصلاح والتطوير. أنا الجزئية دي أنا مهتم بها جدا وأبدأ بها النهاردة، لأن مش عايز أتكلم على أن الأندية المصرية أو تحديدا احنا في النادي الأهلي بنجلد نفسنا قوي على أي خطأ وأي خسارة، اللي بالتأكيد بنبقى زعلانين جدا وعايزين دايما الأهلي في المركز الأول، لكن دايما بحب أركز على عوامل المساعدة يا أستاذ عصام في جزئية طب خلاص الموسم خلص، أفريقيا للأسف لم تكن من نصيب النادي الأهلي السنة دي، طب السنة الجاية القيد الإفريقي في شهر 7، البطولة الإفريقية تنطلق في شهر 8، هتنتهي في شهر 5 زي البطولة المحلية في مصر، ليه ما نقللش عدد الانديه المصريه؟ ليه ما نخففش الضغوط شويه على لاعبتنا؟ ليه ما لاعبتنا بدل ما بتلعب في الموسم 40 او 50 مباراه، ليه بنخليها تلعب 70 80 مباراه؟ ما في الاخر وانا اخشى من ده هياثر على منتخبنا في بطوله الامم بعد كده، ان اللعيبه هتوصل لمرحله في شهر 6 هتكون بدنيا صعبه جدا. على النادي الاهلي ان يقود نفس المساله وان يقدم معروض كده زي بتاع عرابي زمان لسرايه الكره في الجبلايه وهم جيران، ويقول له عاوزين من ده، بمعنى أن الأهلي هو أول من أدخل فكرة الرعاة، أن الأهلي هو أول من أدخل فكرة مران 5 أيام في سبعينات القرن الماضي. تمام. أن يعني أجيب لك 100 حاجة الأهلي الأول، وعلى الأهلي الآن أن يقود الأندية في هذا الاتجاه، لأنه المؤكد أنه مع جمعيات عمومية ما بقيناش عارفين مين مع مين،
لأن هناك عزلة كبيرة جدا بين أن يكون لديك جماعة عمومية لأندية دوري محترفين وأن يكون لديك جماعة عمومية ب200 وحاجة نادي. البعض منهم ألف حمد وشكر يا رب لو خد كور وتيشيرتات، لأنه الناس دي هناك بيبقى عندهم يا سلام واخدين تيشيرتات، واتحاد الكرة حاجة عظيمة، أكن اتحاد الكرة ده يعني اسمه ايه بي بي بيفيق عليهم يعني بحكمتك تحتال علينا. لا هو مش افندينا يا ناس، ده راجل وكيل عنكم، راجل اللي هو الاتحاد يعني، الاتحاد ده موكل عنكم لإدارة شؤونكم، اطلبوا بقى بالتحديث. طيب من يقود ثورة التحديث؟ اعتقد انه لازم يبدأها النادي الاهلي ويعمل لوبي للتطوير ويطلب من هذا اللوبي. اولا انا عندي فكره مهمه جدا، لازم يبقى في رابطه انديه محترفه تدير دوري المحترفين. كانت موجوده السنه اللي فاتت اتجمدت. لا كانت لجنه، لا كانت لجنه انديه محترفه برئاسه الحاج محمود الشامي. يا سيد الفاضل، ما هو الحاج محمود الشامي هيعمل ايه يعني؟ معلش مع احترامي ليه يعني، وليه ما نجيبش واحد بفلوس؟ لانه الرابطه دي هتبيع وتشتري، فهتحافظ على اللاعب عشان تبيع كويس وتكسب الانديه، وكمان هم ليهم مرتبات عاليه. انا حكايه المتطوع، الحاج محمود الشامي صديقي واخويا الكبير العزيز، لكن ليه فكره المتطوع دي مسيطره علينا؟ بس يعني انا بتكلم في المسمى، الرابطه كانت موجوده السنه اللي فاتت. لا لجنه انديه، لجنه انديه كانت موجوده سنوات، لكن السنه الماضيه اتعملت بشكل رسمي، اتعمل عنوان اسمه نحن نبحث عن شيء اسمه لجنه، اسمه رابطه، لكنها لم تتم يعني، وكانش في ورقه فيها اسماء الرابطه بعد اذنك يعني، انا متاكد من اللي بقوله لك ده. هي عناصر هتساعد في النهايه والله الشكل الفني للفريق. لا مش هيساعده، انا اسف. اذا لم تكن بص، اذا لم تاتي كنادي اهلي بورقه من الدوري الالماني وواحده من الدوري الفرنسي وواحده من الدوري الاسباني يترجموا للعربيه وتقول عايزين من ده، محدش بقى. التطوير في كره القدم سبق للنادي الاهلي، عمل ده كتير يا استاذ عصام. طب ما احنا عايزينه يعمله دلوقتي، عمل كتير واتكلم كتير في الجزئيات دي. احنا دلوقتي في زمن التغيير اهو، او في وقت او في اوان التغيير للتطوير، والاهلي عمل مؤتمرات صحفيه واعلن ده كذا مره وتم حتى انا فاكر في التوقيت ده كان من كذا سنه كان كمان تم استخدام او حضرت رابطه الانديه المحترفه في الدوري الانجليزي وكانت موجوده في النادي الاهلي وعملت مؤتمر صحفي وشرحت. الاهلي بينادي ده من زمان، لان في الاخر عارف ان التاثير السلبي اللي هيحصل في الاعلام هينعكس عليه. ما انا مش ضد، انا مع، وبالتالي الاعلام الاحمر والاعلام في مصر المحروسه العظيمه دي عليه ان يستلهم الشرايط دي ويقعد يذاعها تاني. الناس جم قالوا علينا ايه؟ الناس جم لما شافوا كده عملوا ايه؟ الناس جم لما لقوا انديه بدون جماهير قالوا دول بيلعبوا كره ليه؟ وهكذا مواضيع. من يسوق يا اخي؟ اذا كان الاستثمار يتم الحديث عنه انك تشتري لعيبه وخلاص، وانت لا تعرف اذا كنت ستشتري محمد سعيد فارباحك تزيد ام لا؟ مدخولك يزيد ام لا؟ يا اخي في انديه في اوروبا بعد اذن حضرتك يعني بيتم ايقاف القيد ليها او تدفعها غرامات، واعتقد ان قاسم باشا اللي ابننا تريزيجيه بيلعب معاهم دفع 4 مليون يورو غرامه، الميزانيه بس مش مظبوطه، دفع كسب او اخرج ادخل، مفيش. كل ده اذا لم تترجم ورقه بالثلاث لغات، 4 كمان ده فيها الطلاينه كمان تمام، ويبقى عايزينها تتعمل بالعربي. انا عايز اعرف بقى ليه في اتحاد الكره وفي كل الانديه المصريه يقول لك تعالوا نقعد نعمل لجنه لتطوير الكره؟ ليه بقى؟ هي الكره في العالم كل حد بيطورها على مزاجه، ولا هي نماذج يجب واضح ان نذهب اليها؟ بالظبط، الخريطه واضحه. اذا لم يقود الاهلي هذا الفصيل من الانديه التي تريد انها تاكل من ذراعها وان تعمق ما هو صناعه، لان فيها فتح ابواب وفرص عمل للشباب ودر عمله صعبه، انا مش بقول كلام هزيان وحاسبونا على ده لو عملوه، لو عملوه. لكن هتقول لي رابطه ولجنه والحاج محمود الشامي والحاج عصام شلتوت والناس دي، انا ابدا لا اهترئ، لانه بيعطوا من اوقاتهم الكثير. بالظبط، ليه؟ بيحبوا اللعبه. بتتكلم على المحتوى، انا عايزه بقى يصمم هو الحاج محمود الشامي والحاج عصام دول تمام، يصمموا انهم يجيبوا افضل المحترفين لاداره الكره المصريه. طيب ننتقل للجزء الثاني، واحنا في عناوين النهارده قدمنا الفقره النهارده في كذا عنوان، جزء الجمهور، والحلقه الماضيه يعني صدفه كان ليا الشرف وليا الحظ ان اكون مع حضرتك استاذ عصام في جزئيه مناشده المسؤولين ان الجمهور يحضر وان الاستاد يكون صوره مميزه لمباراه الاهلي وصن داونز، وقلنا دي هتبقى صوره لمصر قبل البطوله الافريقيه، ورغم قيل ان العدد المسموح 30,000 لكن شفنا ما يقرب من حوالي 50,000 متفرج في ملعب المباراه. في قصص وحكايات في موضوع الجمهور، لكن اولا قبل ما اروح لهذه القصص والحكايات، فكره الجمهور والحضور والسماح بالشكل المثالي اللي حصل في هذه المباراه.
افتكر انت الكلام كويس، قلنا انه الامن المصري والجيش طبعا نصفه الاخر شراكة مع بعض في حفظ امن البلاد والعباد. قلت لحضرتك انه لو حد قدم لهم مشروع، انا معايا النهاردة 10 جمهور هيجوا بالشكل ده، تذكرهم محجوزة اونلاين، لانه حتى منطقتنا الشعبية فيها سايبر يعني. ما ده حصل الماتش اللي فات، انا جاي لك اهو. حتى لو حد ما بيعرفش يفك الخط بتاع النت، هيلاقي ابنه، هيلاقي حفيده، هيلاقي حد يجيبها له ويروح يسحبها. اذا لديك تدقيق في اللي موجودين، بلدنا مش ناقصه هذا. طيب تعال روح بقى على الماتش بتاع سان داون، شوف جمهور الاهلي راح ازاي في ظل نظام، في ظل مدير تنفيذي محترم العميد محمد مرجان، ومحترف بالزبط. مش بس محترم بالزبط. ومحترف كمان كويس، اجاد ها ضرب 5 في 6 انهم لازم يساوي 30، وبالتالي رأت اجهزه الامن انه يوم مصري باللون الاحمر، لانه طبعا كل نادي هو يومه، مصر هو المنتخب عشان نبقى صراحه، لكنه يوم مصري بلون احمر. وبالتالي رأت الجماهير اما رحلات منظمه او ناس جايه معاها بطاقات وبالتالي يثبت انه من النادي، او اشترى تذكره فاسمه اونلاين، ومن ثم من اجتهد للوصول ولم يجد تذكره كانت مكافاه من راعوا النظام والقانون. اتفضل حضرتك. اتفضل خش. قلناها هنا لو حضرتك فاكر. مظبوط. قلت لك الحاجات دي لا تعلن، لكنها الطريقه المثلى لعوده الجماهير، بما يعني ان عوده الجماهير في ايدها، في ايدها هي وطبعا الادارات. وانا باكد لحضرتك تاني، مع كل ماتش حتى لو في الدوري، اذا طلب نادي من الامن المصري دخول 50,000 متفرج في مباراه في الدوري وقال له ايه الطريقه، يا اخي حاسبني لو لم يوافق الامن. بالظبط. لكن عشان تلقي بس كل شويه، يا سيدي هنقول بكره ثلج مش هنقول كره لهب في صدر الامن، لا حرام عليكم بقى، كفايه دي صناعه، اللي مش قدها يقفل ويروح. وهي صناعه لا تقبل انك تبقى وسيط عايز ترزق من هنا عشان تبيع هنا، لا صناعه يعني مصانع يعني اداره. وبالتالي هذه هي كره القدم، اشعر انه جماهير الاهلي تحتاجها، واعلنت ده في نهايه مباراه سان داونز لما صفقت لكل الحضور اولا وقبلت اعتذار نجومها. لكن قبلت الاعتذار نعم، لكن جماهير الاهلي راضيه؟ ابدا، لانها لديها ثقه، لديها طموح، وبالتالي ثقتها وطموحها في ادارتها قبل لاعبيها وجهازها هي التي دفعتها لان تصفق لنجومها اللي شايفينهم ما قصروش، لكن يحتاجوا بعض من الاضافات. ومن ثم هذا هو الجمهور الاهلاوي، جزء كبير من الجمهور المصري، يعني اديله بضاعه سليمه يديلك قيمه. تمام. اذا مشهد مباراه الاهلي وسان داونز في موضوع الجمهور كان على ما يرام في كافه الاتجاهات. إدارة مباريات داخل النادي الأهلي تدير الأمور بشكل محترف، سيستم إلكتروني متميز على قدر كبير جدا من الوعي والاحترافية، حجز تذاكر لم تحدث فيه أي مشكلة، إذن الجماهير حضرت، التذاكر تم حجزها بشكل مثالي جدا، وعندما ذهبت إلى الاستاد كافة رجال الأمن الشرطة والجيش كانت متواجدة بشكل مميز أمام الاستاد، وتم فتح البوابات بشكل رائع، وامتلأ شكل الملعب، وكانت صورة حضارية لمصر وللنادي الأهلي في هذه البطولة الإفريقية. لكن القصص والحكايات داخل المدرج الأهلاوي مختلفة تماما. لو فكرنا في كل مباراة نشوف قصة وحكاية في الثالثة شمال أو في مدرج النادي الأهلي، هنطلع بقصص كبيرة جدا وحكايات غريبة. القصة اللي معانا النهاردة كانت حديث ومسار السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة. يمكن الأب فقد الابن، لكن الأب كمل المسيرة، حضر المباراة، تواجد في الثالثة شمال رغم أن كان معاه دعوة وتذكرة للتواجد في الدرجة الأولى، وشجع الأهلي وتواجد بشكل كبير جدا من غير تفاصيل كتير. هي كرة القدم ليست أشياء تشترى، كرة القدم فيها معاني وفيها أحاسيس كبيرة جدا. نخرج لهذا الفيديو ونشوف فيه تفاصيل هذه الفكرة، ثم نعود الحديث واسمع فيها رأي الأستاذ عصام شلتوت، وقد يكون معانا مداخلة مهمة جدا لشرح هذا الفيديو لكل جماهير النادي الأهلي. Yeah.
مات الابن فأكمل الأب المسيرة، حضر في المدرجات وشجع فريق النادي الأهلي وحريص قدر الإمكان حسب ظروف الصحية والسنية. الأستاذ مصطفى والد الشهيد أسامة عنده 63 سنة. هنا الفكرة، فكرة المدرج في الثالثة شمال مع جمهور النادي الأهلي، فكرة بقت موجودة لدى كل مشجعي النادي الأهلي سواء كبير في السن أو صغير، شاب أو فتاة، الكل حريص على تشجيع النادي الأهلي. أستاذ عصام شلتوت، الفيديو فيديو حماسي وفيه معالي معاني إنسانية كبيرة جدا، لكن قبل ما أسمع رأي حضرتك أنا معايا على التليفون الأستاذ مصطفى، حاولت قدر الإمكان إن احنا نوصل له عشان نسمع منه الفكرة، معانا على التليفون نسمع منه الفكرة. البعض قد يكون وفاة ابنه في مباراة كرة القدم قال لك أكره الكورة ومحضرش ماتشات وابعد عن اللعبة ديت لأن اللعبة دي فقدت فيها ابني، لكن أحضر مباريات كرة القدم عشان دي الحاجة اللي كانت بتسعد ابني، أكيد راجل أسعد محترم. حاجة بتسعد ابني وأحضر الماتشات أكيد لها معاني ولها أحاسيس أكتر، واحد هو يكلمنا عنها طبعا الأستاذ مصطفى والد الشهيد أسامة. أستاذ مصطفى برحب بيك، منورنا ومشرفنا على قناة الأهلي. محمد حبيب أستاذ محمد وحبيبي بالعمدة عصام، يا رب يخلي حضرتك يا رب يخلي حضرتك ويبارك فيك ويبارك في عمرك ويبارك في اولادك، انت راجل ضربت مثل عظيم. اتفضل يا فندم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. اتفضل سامعينك، عايزين نسمعك يا استاذ محمد. والله انا مش سامع النبي يعني عليه الصلاه والسلام، سامحوني بس عشان ايه يعني الصوت ممكن يكون مغلق شويه، هو باين من الماتش بس يعني بس الدنيا شباب برضه ما تخافش، ربنا يديك الصحه حبيبي يا استاذ محمد. إحساسك وفكرتك إنك تكون مجان أسامة في كل مباريات الأهلي وإنك كمان تكون موجود في الثالثة شمال، موجود في المكان اللي دايماً هو شرارة الحماس لكل جمهور النادي الأهلي في كل المباريات، يعني أنت عايز تقلب المواجع صح؟ لا لا خالص، لا الفكرة هنا فكرة إنسانية. أنا بص أنا هجاوبك من الآخر. آه إحنا وصلنا بعد معاناة وكبد ولحد لما وصلنا إيه بوابة 8، احنا مشينا تقريبا بتاع 5-6 كيلو وبلا مبالغة وطلع والتذكرة درجة أولى، كان معاك تذكرة درجة أولى تمام، لقيت نفسي قاعد في تراب ببص شمال لقيت الحياة منورة فما ينفعش أنا أقعد هنا، جات لي حالة كده هوت ما قدرتش أمسك نفسي لحد لما قابلت أخونا محمد عزت وقف تحت، رنيت عليه ورحت نازله فتح لي الباب ورحت طالع تمام. وطبعا أنا بيعرفوني 10-15 واحد وأنا طالع المدرج، يعني رحبوا بيا شوية، قلت لهم طبعا المنظر ما تنفع ما فيش مكان تقدر تنزل منه يعني تمام، لكن هم عشان ايه استرقفوا بحالي كده راجل عجوز وكده، قلت لهم بس وروني السلالم بس وروني السلالم ونزلت وهوب ورحت طالع على السور ولا كاني مشيت حتى 20 كيلو ولا حسيت باي حاجه. هنا الحياه، هنا كان بيقف ولادنا واخد بالك، وطبعا لقيت جل المدرج، انت سامعني؟ سامعك وبنصت لك بكل اهتمام. جل المدرج تقريبا يعني مش متمرس ان هو يدخل التالتة شمال، ممكن يكون راح قبل كده لكن التالتة شمال لا، لكن يعني ايه ما فيش ممارسة يعني. المهم وسمعت كلام بوداني ان هو يعني لازم تعديه في اليوم ده، فقررت تقود المدرج بقى زي اسامه وزي الشباب واخد بالك. انت تعرف عن انت تعلم الشباب كانوا بيعملوا ايه في المدرج، وبعدين احنا مش عايزين نزايد على حد. طب انت دايما على طول يا استاذ استاذ مصطفى بتحضر الماتشات بتروح مباريات الكوره، او اخر مره رحت كان امتى؟ انا اخر مره دخلت مدرج كنا في ماتش الكونفدراليه كان في ملعب المقاولين العرب. لا ده دوري الابطال 2013. لا حاسب لا ده 2013 دوت كان لا التاني كان في استاد القاهره. يبقى الكونفدراليه 2014. ايوه الجول بتاع عماد متعب في الدقيقه 93. صحيح. مظبوط. وبعد كده اتمنعنا من الدخول. لظروف معينه بالظبط. لظروف معينه احنا ما نقدرش نتكلم فيها لحد لما يعني
الماتشات اللي يقول لك خش دخلوا فيها 100 ولا دخلوا فيها 200 ولا دخلوا فيها ما اعرفش ايه ده ما ده او جمهور الكرافتات يعني او القمصان الزرقاء ما ينفعش في التشجيع. واخد بال حضرتك؟ تمام. لحد لما جت الصدمه بتاعت ماتش الذهاب. تمام، ماتش سان داونز في جنوب افريقيا. ايوه حبيبي، ونتغلب بخمسة صفر. انا عندي 63 سنه، انا عمري ما شفت النادي الاهلي اتغلب 5-0 ابدا. ممكن اتغلبنا 4 لكن 5 لا. تمام، فقررت انك تروح مع الجمهور وتمنى الملعب وتشجع؟ لازم اروح. انا بيني وبين استاد برج العرب تقريبا يعني ربع ساعه بالعربيه. تمام. المهم حاولت المحاولات ان انا ايه يجيني تذكره. المهم لحد لما ايه اتوفقت واستيسرت وخدنا. طيب النادي الاهلي بيمثل لك ايه يا استاذ مصطفى؟ لا كده يا محمد يعني انت كده هو بتطعن في اهلاويتي. النادي الاهلي ده حياه يا اخوانا، النادي الاهلي ده وطن. الله الله عليك. اللي ما يحبش النادي الاهلي ما بيحبش بلد. الله عليك. سيبك من الانتماء وسيبك من يعني انت بتحب الاسماعيلي بتحب الزمالك ولا لا لا لا، كل واحد بيشجع فرقته. النادي الاهلي يا اخوانا ده كيان، كيان الوطنيه في النادي الاهلي. احنا انا افتكر سنه 70 كان تخليني اعرف بقى سنه 70 كان في نادي الجزيره، كنا احنا في منظمه الشباب والطلايع. كان ماسكها كمال ابو المجد الله يرحمه، كان ماسك وقتها دكتور احمد كمال ابو المجد. دكتور احمد كمال ابو المجد. يا حبيبي واخد بال حضرتك. وطبعا شفنا النادي الاسماعيلي هو جاي بيتدرب، النادي الاسماعيلي كان بيتدرب في النادي الاهلي يا اخوانا. مظبوط. النادي الاهلي بقى اما بنقول النادي الاهلي يبقى هي كل حاجه تمس الوطنيه. تمام استاذ مصطفى. استاذ مصطفى انا سعيد جدا بمداخلتك ومكالمتك واطمنت عليك ووجودك في المدرج حاجه اسعدتني، والصوره قدام كل مشاهدي قناه النادي الاهلي، الفيديو ده اللي منتشر على السوشيال ميديا استاذ عصام يكون موجود في قناه الاهلي في جمهور الاهلي. يعني لرجل يرضي ربه قبل اي حد ويعطي ما هو تاكيد لان الحياه يجب ان تستمر رغم انه فقد عزيز لديه، لكنه سعيد اكيد انه عزيز لدى ملايين من الاهلاويه كلهم بيعتبروه من اسرته. ربنا يا رب يكرمه الراجل المحترم ده وكل شهدائنا في الجنه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. استاذ مصطفى انا بشكرك ودايما كده نشوفك على خير ونطمن عليك. شكرا جزيلا للاستاذ مصطفى والد الشهيد اسامه واللي حرص على حضور هذه المباراه اللي كانت كرنفال جماهير، لكن الفيديو ده عباره عن قصه وحكايه من المدرج. دايما كل مباراه الاهلي بيكون فيها حضور جماهير هتلاقي فيه قصص وحكايات كبيره جدا يا استاذ عصام. روعه، القصه روعه وليها معنى، والحقيقه يعني فعلا بيعطي نموذج لانسان لديه قيمه، قيمه تبدا من اسرته لبيته زي ما قال لك تكوينه هو كمواطن وطني، كان في منظمه الشباب وما ادراك، ثم عشقه لنادي اسمه الاهلي فيتربى اولاده عليه منهم الشهيد اسامه رحمه الله، وايضا اكيد في الاخر مصر وطنه اللي قال ازاي دي بلدي مصر، وبالتالي هو يعي تماما حجم المسؤوليه الملقاه عليه كراجل بيحترم هذا الوطن وعنده مشروعيه تدرب عليها وهي الوطنيه زي ما قلت لحضرتك من اول اسرته لغايه شعار يحبه هو شعار النادي الاهلي. المثل والشكل الجميل اللي حضر في مباراه سان داونز ان شاء الله ممكن نشوفه في الدوري في المباريات القادمه، اديتنا كده جرعه امل ننهي الموسم بشكل حلو قبل ما نبدا الموسم اللي جاي. والله شوف الكرة في ملعب اللاعبين والجهاز الفني. الآن لا أحد يمكن أن يكون حاضر في الميعاد غيرهم. زي ما قلت لحضرتك بعض النواقص اللي قلناها دي ما هياش مستحيلات ولا هي تقصير، هي مجرد ناس بتنور لكم حتت. اتفضلوا بقى روحوا حيث ضوء هذه الأنوار، ومن ثم يبقى طبيعي جدا إنه يستكمل مسيرته خلال الدوري على الأقل وكأس مصر. وأعتقد إنه يقدر يسعد جماهيره ببساطة شديدة جدا جدا. طيب مباراة يوم الخميس مباراة مهمة جدا في الدوري العام، مباراة بيراميدز.
انا ممكن اقول عنوان المباراه واحنا بنتكلم عن تفاصيل فنيه او عناوين صحفيه، هي مباراه بيراميدز ليس الفريق الاقوى ولكنه الفريق الاجهز. هذا المعنى وهذا العنوان بالنسبه لهذه المباراه شايفه ازاي يا استاذ عصام؟ ما هو اللي انت قلته، اللي هو الجزء بتاع من لعب في مساحات زمنيه قد ايه، لدي اصابات قد ايه، لدي يعني نفس للاعبته مش في اللياقه، يعني واخدين نفسهم زي ما انت قلت لما تخرج من بطوله وتكتفي ببطوله او تفضل في بطوله بتبقى تمام. وضعك البدني افضل يعني. ايضا كل الخيلاء لبيراميدز ونجومه اذا فازوا على النادي الاهلي، لكن الطبيعي ان الاهلي بيفوز على اي حد، وبالتالي الدوافع مختلفه، الاجهز زي ما انت قلت موجود، لكن لا يساوي ابدا انك تعتبر انه الكبار زي الاهلي الزمالك برشلونه، يعني كل الكبار حول العالم ما ينفعش تتكلم معهم بلغه ان الاجهز يستطيع ان هو ينال منهم بسهوله يعني، الا باشياء تكون فارقه، اخطاء بقى كرويه، اخطاء تنفيذيه وشيء من هذا القبيل. لكن هذه المباراه اهم حاجه تصنع لها اذا كان طاقم حكام اجنبي فيجب ان تكون ايوه من الحكام، انا بحب استخدم لفظ النشره ده. طب ما تيجي اللي لما نسمع اسمهم في النشره نعرف مين دول. طب اقول لك على حاجه، طب ما تيجي نتكلم فيها في استفاضه الاول بس نخرج لهذا التقرير نشوف الجمهور قال ايه على توقعات المباراه الاهلي وبيراميدز، ثم نعود الحديث في هذا الموضوع الشائك جدا والمهم جدا بعد هذا التقرير. نسمع راي الجمهور ونواصل الحديث مع الاستاذ عصام شلتوت بعد هذا التقرير. ان شاء الله الاهلي هيفوز باذن الله، لان الاهلي بقى قوه ضربه جدا واللعيبه كلها زي الفل والراحه النفسيه رجعت للعيبه والجمهور فرحان مهما ما حصل، برده في الماتش اللي فاتت برده بيشجعوا الاهلي لان الاهلي برده قوه ضربه وفريق ان شاء الله 2-0. وان شاء الله المباراه دي بالنسبه للاهلي اكنها مباراه قمه، غير ان احنا خارجين من افريقيا ويعني الدوري دلوقتي ما فيش غير الدوري، فلازم الاهلي وغير ان هم كانوا كاسبين الماتش اللي فات، فلازم اللعيبه تعيد حساباتها ولاسارتي يحاول يعيد ادارته شويه والماتش ده بالنسبه لهم ماتش قمه. الماتش ده بالنسبه ان شاء الله يكون 3-0 ان شاء الله. باذن الله هتكون مباراه كويسه والناس كلها هتكون مبسوطه بالاداء لان الفريقين قويين جدا، وان شاء الله تبقى النتيجه يعني متحايده يعني. انا بقول مثلا 2-2 هيبقى ماتش صعب جدا لانه لان الاهلي هتبقى بتحسم الدوري فيه، وبيراميدز فرقه مش سهله وهي كسبتها في الدور الاول، فاكيد يا اما هتكرر الانتصار في الدور الثاني يا اما الاهلي بقى مش هيستسلم المره دي وهيتعادل. انا بقول لكن الانتصار صعب للاهلي شويه. شايف النادي الاهلي فريق كبير، فريق محترم، ليه جماهير كتيره، ليه جمهور كبير قوي. شايف ان بيراميدز فريق مش سهل، فريق قوي جدا، هو لسه صاعد بس فريق قوي جدا، وان شاء الله باذن الله النصر للاهلي. ان شاء الله الاهلي يغلب ويجيب 2-0 باذن الله يا رب، باذن الله يا رب. ان شاء الله يبقى ماتش قوي، بيراميدز والاهلي هيقدموا مباراه كويسه، وان شاء الله نشوف نجوم الاهلي بقى احسن ويعوضوا بقى الخساره بتاعت افريقيا، يعني بتاعت افريقيا الاول وبتاعت تهزيمتهم من بيراميدز الدور الاولاني. هو ماتش 3 نقط يعني 3 بونت يعني ما فيش حل تاني. الاهلي جميل، الاهلي ليه حسابات تاني في الماتش ده بجانب اللي هو باتش 3 بونت، لا في حسابات تانية بالنسبه للجماهير يعني. ان شاء الله باذنك يا رب كده الاهلي هيفوز 2-1 يا رب ان شاء الله باذن الله، والاهلي هيفضل هو كبير القرن، مش هيجي تاني نادي زيه ابدا، ودي كبسه وراحت لحالها يعني الماتش ده واتكى على الله مش هيرجع تاني، واللي جاي افضل ان شاء الله للنادي الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد ونواصل حديث عن مباراه الاهلي وبيراميدز ان شاء الله ليوم الخميس باذن الله على ملعب بتروسبورت بحضور عدد محدد من الجماهير. لكن قبل ما اتكلم على الجزئيه دي بس عشان زميلنا في الاعداد محمد قلبه مهتم قوي بنتيجه مباراه انبي والجونه، قال لك صراع الهبوط او شكل جدول الدوري في الوسط مؤخره يعني. في احتدام كبير، انبي متقدم على الجونه 2-0، نتيجه يعني معقوله يعني، انبي بيزيد بالطراد لديه من الامكانيات ما هو اكثر من الجونه الحقيقه بكتير يعني. الجونه تحاول ان تصنع فريق على طريقه محترفه الحقيقه عجباني، لكن انبي لديه امكانيات اكثر بكثير على الاقل الموسم ده، ومعاه كمان يعني علي ماهر اللي بيخلق لنفسه طريق.
حمادة صدقي بيحاول يعمل يعني ما هو فوق الطبيعي الحقيقة بالزبط. يعني لأنه رايح على فرقة كانوا واخدين قرار إن طولها زي عرضها، ففجأة طولب ها بأنه لا يا عم ده احنا عايزين نتائج وعايزين وعايزين، فكان الله في عون حمادة صدقي الحقيقة يعني. والتجربة كمان مكتملة بوجود حسام غالي مديرا للكرة، وهي فكرة احترافية لأن فيها كمان واحد من الناس اللي عندها شركات أظن بتدير كرة القدم، وبالتالي هي يعني تجارب لا بأس بها يعني. تمام. طيب المباراة الأهلي وبيراميدز، وقبل ما نطلع للتقرير حضرتك اتكلمت في قصة التحكيم والحكم اللي هيدير هذه المباراة. أولا في طاقم على بعض، طاقم تحكيم أوروبي قوي. أنا يعني حسب ما شفت في المباريات الأخيرة واختيارات لجنة الحكام أو وما تتلقاه لجنة الحكام بقيادة عصام عبد الفتاح الأطقم الأوروبية اللي أدارت المباريات الأخيرة، مباراة حكم بيديرها مباراة الأهلي وبيراميدز حكم صربي، أهلي وزمالك قمة بيديرها حكم روماني، لكن أنا المباراة القادمة مباراة الأهلي والزمالك لن أقبل بحكم أقل من جانلوكا روتشي الحكم الإيطالي اللي أدار مباراة الزمالك وبيراميدز. حكم أوروبي على أعلى مستوى، حكم مواصفاته عالية جدا، فكرة صاحب التاريخ القوي في المباريات دي مهم جدا، والتوفيق أو من عدمه دي خلاص حاجة خارج إطار يعني إرادة لجنة الحكام. شوف الأهم ها اللي حضرتك قلته أن يأتي حكم مصنف. مصنف طبعا، بقول الطاقم مصنف، معلش عشان نضبط الكلمات، الطاقم مصنف، مصنف لغاية الرابع، طاقم مصنف للثالث مرة، هو كلاكيت ثالث مرة، وما أعتقدش في المحترفين في تصوير أكتر من كلاكيت ثالث مرة يعني. وبالتالي لا، إذا ما كانش طاقم مصنف الهيئة لا يجب أن تقام هكذا مباراة. بالظبط، مباراة ساخنة جدا، مباراة تنافسية شديد جدا، مباراة تقرب وتبعد أهل القمة، مباراة يجب أن يحافظ النادي الأهلي فيها على مشروعية أن المنافسة يجب أن تكون منطقية جدا جدا، وكذا بيراميدز هو كمان ليه حقوق، أعتقد أن الطرفين لازم يتفقوا يعني أكيد عشان ما يبقاش الكلام في اتجاه واحد يعني. وبالتالي من العبث أنه ما يتقالش يعني يتقال اسمه وما نقولش آه ده الحكم اللي كان بيحكم برشلونة أول امبارح، ده الحكم اللي كنا شايفينه مش في كاس العالم، لانه لو ما حكمش من ساعتها تبقى واقعه سودا كرويا يعني. بالظبط، وبالتالي عايزين ارماتوف ليه ما يجيش يعني، ما يجي الراجل التركي ده اللي حكم نهائي اسيا اظن او حكم في الدوري السعودي، انا بقول لحضرتك مباراه النصر والهلال مين كان الحكم التركي، التركي حكم وهي كلاسيكو في المملكه العربيه السعوديه. بالظبط، ومن ثم اعتقد انه اعتقد ايه ده اكيد لابد أن يكون طاقم مصنف، القاسي والداني نصف المثقف كرويا بالضبط بمعلومات أوروبية يعرفه، مش كل العالمين بالأسماء العالمية بالضبط، نصف من لديه نصف معلومات يجب أن يعرف اسم الطاقم كاملا، ويكون سي في قوي، حكم أدار مباراة ليفربول والباير، حكم مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان، فكرة الروماني أو الصربي أنا لن أقبل بقيمة حكم أو طاقم تحكيم ولا برضو عليها. ولا صنع في إيطاليا بس، ولا صنع في ألمانيا بس، ولا صنع في تركيا في أسبانيا بس، في ألمانيا ولا صنع في أسبانيا بس، لا من الثلاثة الأوائل في كل دوري من دول، والإعلام يكتب أنه خلع إيده وجاي الطاقم ده من مباراة كذا وكذا، وأن عنده في سيرته الذاتية كلاسيكو كذا وكذا. وهي الفكرة يا عصام، أنا بوجهها لجنة الحكام، أنا كلجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عملت الهومورك بتاعي، جبت حكم مصنف أو طاقم تحكيم مصنف على أعلى مستوى، التوفيق من عدمه دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، لكن أنا كلجنة حكام أكون عملت الهومورك بتاعي. أنت عملت اللي عليك، مباراة الأهلي وبيراميدز في الدور الأول لما كان حكم صربي، أو مباراة القمة أهلي وزمالك، أنا بعتبر أن جنرال الحظ أو التوفيق ساهم أن المباراة تعدي بدون مشاكل، لكن المباراة القادمة أنت بتختتم مباريات الدوري، لا اعمل الهومورك بتاعك، هات حكم مميز أو طاقم تحكيم مصنف على أعلى مستوى، مش هتلاقي حد بيتكلم معاك، والتوفيق من عدمه بتاع ربنا في الماتش. اللي يتكلم بقى يتكلم وقتها، لكن الحقيقة هكذا يجب أن تدار الأمور، هكذا يجب أن يكون الوافد، مش عايزين واحد يبقى تقيل على قلبنا، مش عايزين واحد يبقى يعني بعيد عن طموحنا كمصريين يا أخي، ما يصحش، ناس عاملة قرعة زي اللي شفناها عند سفح الأهرامات دي الحقيقة، لا الناس بقى كده تقول علينا قليلين قوي يا محمد، لازم طاقم تحكيم مصنف لديه في سيرته الذاتية، غير أن يبقى واحد من الكبار، يعني مش عايز أقول رقم من واحد لثلاثة في العالم مش في بلده، لا كمان لديه في سيرته الذاتية دربيات. وكان عندنا وقت نبعت
الاهلي من فتره بعت. انت ليه بتتعامل بكلمه كان؟ انت حاسس انه ممكن ما يكونش؟ اصل فكره ان الاتحادات الاوروبيه كلها بعتت بالرفض، انا ممكن يكون عندي معلومه او يعني قصه او في التصور الموضوع ده، لما ابعت لاطقم الاتحادات الاوروبيه عشان استقدم حكم او استخدم طاقم تحكيم الاعلى مستوى، ما ينفعش ابعت مثلا ل 12 اتحاد اوروبي اقول لهم انا عايز حكام، فتلاقي ال 12 بيردوا عليك، اقول لل 11 لا شكرا واجيب طاقم واجيب الواحد، عاجي ابعت تاني لل 11 اللي قلت لهم لا مش هيردوا عليا. مؤكد. وصلت الفكره؟ وصلت الفكره. فلا اعمل هوم ورك بتاعي واشتغلها بشكل محترف. وفي جزء تاني تعالى نغلقه برضه فرصه بقى وانت بتقفل الخانات، يعني لما يتقال ماتش يوم سبت او حد ممكن نتفاهم انه نمبر 1 و 2 3 مشغولين لان الدوريات الاوروبيه سبت وحد، لكن لما يبقى خميس مش الماتش خميس؟ الماتش خميس. اعتقد انه ده ايام اوف يعني في لا في الشامبيونز ليج الاوروبي في دوري اوروبي، دوري اوروبي يعني برضه ما بيستهلكش الصفوه. بالظبط. صح ولا لا؟ بالظبط. وبالتالي الفرص متاحه لابراز وجه جميل للكره المصريه. بالظبط كده. طيب المباراه على المستوى الفني تتوقع ان تكون مباراه كبيره فيها نسبه اهداف عاليه زي حتى مباراه الزمالك وبيراميدز 3-3؟ الماتش ده من 0-100 يعني ايه؟ يعني اما يبقى مغلق والجون بصعوبه فيبقى النتيجه بالجونين و2-1 و2-2 و3-2 و1-1، او حد يعني يكسر الحاجز فتلاقي النتيجه بقى فيها فارق هدفين. ده من وجهة نظر المتواضعة يعني يصعب ان انت ترسم لها سيناريو محدد. المباراة دي كل 5 ل10 دقائق فيها هيبقوا بسيناريو مختلف. تمام. لانها مباراة زي رؤية الشطرنج، الملعب هيكون فيها تنافسية بين الاجهزة وبين النجوم فرادة وكمجموعة، سواء لانه خطط كل مدرب معروفة انما طريقة اداؤه للخطة اللي ما يسمى طرق اللعب. وبالتالي اعتقد انها مباراة زي 2 بالظبط عظماء في الشطرنج هيلعبوا بعض، كل حد بيبقى مستني نقلة اللي قدامه يعني. تمام. واحنا بنتكلم يا استاذ عصام يمكن جالنا خبر دلوقتي حتى هينزل على الشاشة، فريق النادي الأهلي مواليد 2000 أولا تحت 19 سنة فاز ببطولة منطقة القاهرة، كابتن أمين عرابي المدير الفني لهذا الفريق فاز بالمسابقة والبطولة بدون هزيمة، بلا هزيمة في كل المباريات، استطاع ان هو يحقق نتائج متميزه في هذه المسابقه او في المرحله العمريه لمواليد 2000، فاز بالبطوله وان شاء الله 19 سنه بالظبط. نتمنى يا رب الفتره القادمه مع الانتصارات دي نشوف بقى كمان عدد لاعبين مميز جدا من قطاع الناشئين في المرحله السنيه دي، نشوفهم في الفريق الاول يا رب خلال الفتره القادمه، وانتصارات بالتالي يا رب لكل فرق القطاع سواء في مرحله 97 حتى مرحله 2003 و2004 ثم البراعم والاكاديميات، لان دايما المسيره بتتواصل وكل سنه يعني بنستفيد بوجود لاعب او اثنين اصلا في قطاع الناشئين. ده مهم جدا لان القطاع يعني من اهم روافد الكره المصريه جمعاء مش بس النادي الاهلي، وخلي بالك كل ما بيزيد في الانديه كلها فما بالك بالاهلي، فكره ابن النادي حتى لما بتجيب له نجوم من بره بيقدر يطبعهم بطبع ابن النادي الذي لا يعترف بالتعادل حتى لو امام منافسه العتيد التقليدي الزمالك مثلا او الاقوياء عموما في الدوري او حتى في البطولات القاريه والعربيه. وبالتالي الصبغه دي ما بيعملهاش الا ابن النادي، وعلى فكره ابن النادي موجود في البارسا وموجود في البايرن، حول العالم في ابن النادي أكيد. جنب النجوم الغوالي اكيد. كلمه اخيره في اختام هذا الحوار. لا، الكلمه اللي تتبني عليها انه فعلا مباراه الخميس تحديدا مش هقول حاجه لجمهور الاهلي اللي قلت لحضرتك ان سيظل دائما لديه ثقة وطموح، ثقة وطموح. وبالتالي يرفض انه يبقى فيه انقلاب، يرفض انه يبقى فيه نكدايه بينه وبين فريقه وبينه وبين ادارته. وبالتالي مش هنتكلم في دي، لكن هنقول مباراة الخميس هي فعلا فارقة في طريق النادي الاهلي، وهي اهم ما يمكن ان يقدمه لاعبو الاهلي والجهاز الفني لجمهور النادي الاهلي ولمستواهم واسمائهم. ليه؟ في مواجهة خصم عنيد، خصم متكلف في أقل تقدير طبعا. خصم لديه نجوم كثر وجهاز فني أيضا ويملك الطموح الحقيقة. هذا وقتك يا نجم يا أهلاوي للكل طبعا. وبالتالي ده أهم باقة ورد هتديها لجمهورك وإدارتك.
استاذ عصام شلتوت الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي، وانا تشرفت بالحوار معاك ودايما بسعد وانا موجود معاك، فكل التوفيق ليك يا رب وموفق بقى باذن الله كمان في اللجنه الاعلاميه لكاس الامم خلال الفتره القادمه ان شاء الله. شكرا جزيلا. كانت فقره تناولنا فيها امور عديده ما بين امور فنيه امور اداريه جمهور النادي الاهلي اللي بالتاكيد حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا كلنا بنشتغل في النهايه سواء اعلام اداره جهاز فني لعيبه كل المنظومه بتشتغل عشان الجمهور في الاخر يكون مبسوط وفرحان في ختام الموسم. بشكر استاذ عصام شلتوت، لكن بعد الفاصل ضيفي الكابتن شمس حامد احد نجوم النادي الاهلي والجيل الذهبي في فتره الثمانينات والجيل اللي صعد كده في توقيت كان حساس جدا لعب مباريات القمه وفاز على الزمالك بعدد كبير من لاعبي الناشئين 3-2. انا استرجع معاه الذكريات ونتكلم معاه ايضا عن الحاضر ومباريات النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. اهلا بحضراتكم من جديد والفقره الثالثه والاخيره من برنامج الاهلي الليله، ودي فقره بنتكلم فيها عن ذكريات ومباريات القمه سابقا واحداث كانت جميله كره القدم الحلوه اللي متعت جماهير كره القدم المصريه في فتره الثمانينات، كان فيها كره جميله ونجوم يعني سطروا تاريخ كبير جدا. وبالاضافه لده هنتكلم ايضا عن مباريات النادي الاهلي في الفتره القادمه ورؤيه ضيفي النهارده لانه من احد النجوم اللي كان تالقوا في مباريات القمه، يمكن الحظ ما كانش مساعده بشكل كبير انه يستمر لكن كان ليه بصمه في مباريات القمه تحديدا مع نادي الزمالك. وبالمناسبه هو من القلائل او الاسامي القليله جدا اللي كان اشقاء ليه او شقيقه بيلعب في نادي الزمالك ولعبوا قصاد بعض. كابتن شمس حامد نجم النادي الاهلي في جيل الثمانينات، كابتن شمس منورنا ومشرفتنا. الله يخليك يا محمد، متشكر جدا على التقديمه وبمسي على كل الاهلاويه في كل العالم وبمسي على المحبين للنادي الاهلي واقول لهم كل سنه وانتم طيبين. كابتن شمس، جيل الثمانينات ده جيل شفنا معاه متعه كره القدم، جمال كره القدم. كان دايما الجمهور بيروح الملاعب والماتشات بيتفرج على كره جميله، كره ممتعه. اكيد. هو جيل الثمانينات طبعا انا كان ليا الحظ والشرف ان انا كنت واحد منهم يعني. هو جيل عظيم جدا لانه جيل كان بيلعب كوره، كان جيل معظمه موهوبين في كره القدم، وكان جيل بيلعب الكوره لمتعه الكوره اولا وبعد كده اي حاجه تانية تيجي يعني، لكن اولا كانوا بيلعبوا الكوره لمتعه الكوره، وبالتالي كان جيل عظيم وجيل سطر بطولات كتيره قوي للنادي الاهلي وعمل تاريخ وانجازات غير عاديه للنادي يعني. تمام. في ذلك الوقت في التوقيت ده انا فاكر مباراه الاهلي والزمالك الشهيره اللي انتهت بفوز الاهلي 3-2، وكان في عدد كبير جدا من قطاع الناشئين اتصعد في هذه المباراه الشهيره، وكان الكابتن شمس حامد من ضمن اللاعبين اللي شاركوا في هذه المباراه. لكن كنت موجود قبلها مباراه او اتنين ولعبت مع الفريق الاول. تمام. الفتره دي تذكرها هتتكلم عنها ازاي، وهل سبق ليك لعب مباريات عديده قدام الكابتن بدر حامد؟ هو طبعا دي كانت فتره من اعظم فترات حياتي وحياه كل الزمالك اللي كانوا موجودين معايا في الفتره دي. احنا كنا يعني احنا كان بقينا سنه ونتصعد للفريق الاول، لكن احنا كنا بنتصعد، كان في معظم المجموعه بتاعتي كان فيها واحد او اتنين بيتصعدوا يلعبوا ماتش ويكملوا فوق وفي الدوري. انا لعبت ماتشين قبليها، والماتش ده لو ما كانش الكابتن احمد شوبير موجود كنت انا هبقى كابتن الفريق النادي الاهلي فيه يعني. تمام. لكن هو الكابتن احمد شوبير هو اللي جه، فهو لعب اقدم مني واكتر مني يعني. طبعا الماتش ده كان مهم جدا وكان ليه ظروف برضو. النادي الاهلي دايما طول عمره دايما بيسطر التاريخ يعني، النادي الاهلي هو بيبتدي بالتاريخ، ان ما فيش اي حد يلوي دراع النادي الاهلي ايا كان مدير فني او مدرب او اداري او لعيب او مجموعه من اللعيبه يعني اذا تدعى الامر يعني. فالنادي الاهلي بقياده الكابتن صالح الله يرحمه اصدر قرار بان في ايقاف 16 لعيب. انا مش هدخل في تفاصيل الايقاف، لكن هو في 16 لعيب ايقاف. فلما توقف 16 لعيب من احسن 16 لعيبه اللي موجودين في مصر، وعندك الدوري الكاس كنا هنلعب الدور الثمانيه مع نادي الزمالك وهتلعب مع نادي الزمالك، فده كان قرار طبعا كان لازم الكابتن صالح نحيي عليه الله يرحمه، وخد القرار وفعلا لعبنا الناشئين، لعبنا كل الفرقه بين قطاع الناشئين فرقتين، كانت فرقتي وفرقه الكابتن حسام حسن، عملنا ميكس من الفرقتين والحمد لله ربنا كرمنا، كان ماتش الزمالك وكسبنا الزمالك 3-2، وكان ليا برضو شرف الجون الاولاني انا كملتها والكابتن حماده مرزوق كمل فيها يعني. تمام.
المباراة اللي لعبتها قدام الكابتن بدر حامد ودي مباراة سنة 85 هي اللي بنتكلم لا دي الثانية صح؟ هي دي مباراة الأهلي والزمالك وكان في التوقيت ده كابتن بدر حامد كان بيلعب في نادي الزمالك وأنت بتلعب في النادي الأهلي ودي ما اتكررتش كتير في الكرة المصرية يمكن اختتمناها ما فيش من أيام قليلة لما صالح جمعة لعب مع النادي الأهلي قدام عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك أنا اللي شط الكرة دي وكابتن حامد اللي كمل فيها وكابتن حامد مرزوق كملها وكان عملت التشينج بس أنت اللي عملت التسديدة والتسديدة وكابتن حامد كمل فيها كان حارس المرمى ساعتها في الزمالك كان نصر عبد اللطيف كان نصر عبد اللطيف نجوم الزمالك كاملين ونصر عبد اللطيف هو اللي كان بيلعب هو كابتن عادل المامور اياميها يعني وكان ساعتها فاروق جعفر وكوارشي وكل الكوارشي ده كان حاجه ثانيه محمد صلاح كابتن محمد صلاح كان موجود الباك رايت واشرف قاسم وايمن منصور ايمن يونس وبالظبط كابتن بدر حامد لعب المباراه دي كان كابتن بدر حامد مفارقات الظريفه يعني كابتن بدر حامد بيلعب باك ليفت وانا كنت فرد بنلعب فرودين ما كناش بنلعب 4 3 3 كنا بنلعب 4 2 2 4 4 2 فانا كنت فرد انا وحسام فكنا بنلعب انا وحسام على الاربعه اللي ورا كاملين فمره اروح لبدر ومره اروح لكابتن صلاح دي من ضمن الحاجات يعني رحت لبدر مرتين ثلاثه يعني الحوار كان ايه بقى لا الحوار كان لطيف يعني طبعا الكابتن بدر بنبارك له بوصول حفيدته صوفية ألف مبروك من بنته بنقول له مبروك وكل سنة هو طيب يعني طيب يعني الطبيعي أن الإخوات لما بيلعبوا أو هم يعني أنا مش عارف أشرحها زي بس الفكرة نفسها أنا بحاول أتقبلها أو أحاول يعني الاتنين خايفين على بعض الاتنين حريصين جدا على بعض الاتنين كل واحد حابب أن التاني يبقى كويس طب في مباراة كرة قدم زي دي يعني أنت أكيد عايز تكسب وكابتن بدر حامد عايز يكسب انت رايح بالكره عليه عايز تعدي وهو مش عايزك تعدي بس في نفس الوقت خايف عليك وهو انت خايف عليه لا يعني اشرح لي دي عشتها ازاي في الملعب طبعا هي في الملعب كانت صعبه احنا كنا صغيرين على فكره هم كانوا كبار وناضجين واحنا كنا صغيرين يعني انا فاكر ان انا كل لعيبه نادي الزمالك طبعا بالتبعيه اصحاب بدر فاصحابي فكنا دايما كنت انا غشهم يعني دايما كنت اروح للكابتن صلاح واضايقه اروح للكابتن سعيد جدا واضايقه فكنت دايما بضايقهم وكانوا دايما ما يضربونيش كان او يدخل عليا جامد كانوا يروحوا يشتكوني لبدر تمام اقول له شمسي يهدى اقول له شمسي فدايما فكان هو يجي لي ففي مره كان عليا انا فاول مع الكابتن محمد صلاح وبعدين الكابتن صلاح بقى ايه من كتر الشكوى بدر شافني وانا واخد الكره وماشي واحنا كسبانين واخد الكره وماشي ومفاول عليا يعني فلقيت بدر جاي من اقصى الشمال فاتح سبرنت عشان يجي يضربني ما هو عادي في البيت ممكن يضربني يعني تمام فانا لقيت نفسي سايب الكره وطالع اجري يعني ويا ريتني وقفت واتطرد هو ضربني وانطرد دي واقعه طريفه حصلت في المباراه دي كانت وبقى في لكن هو في البيت طبعا احترام الكابتن بدر الكبير والاخ هو بياخد حقه في البيت بقى طبعا لا وهو كمان كنت دايما بشوف انه كل خير كان دايما هو كباك ليفت كان يجي يقول لي دايما كان يجي يعلمني يعني كان يجي يقول لي ايه الحاجات اللي تضايقه كباك انا اعملها كفيرو ده انا رقم 11 ده ايه الحاجات دايما اللي تضايقه كباكي انا عشان اعملها يعني كان دايما بيعلمني وكنت بسمع له يعني فلكن دي كانت من المواقف الظريفه يعني لكن برضو من الحاجات اللي نادر جدا هتلاقيها غير اخر حاجه عملها بتوع الزمالك مع اسمه صلاح جمعه وعبد الله جمعه لكن مع فارق عبد الله جمعه من بدر صعبه يعني تمام كسبت مره وكابتن بدر كسب مره وفي المرتين الحمد لله انا حرصت يعني المره اللي هم كسبوها كان برضو ظروف كده المنتخب عندنا لعيبه 12 لعيب في المنتخب ونادي الزمالك كان عنده 4 بس فهم قالوا لازم نكمل الدوري من غير الدوليين فاحنا عندنا غياب 12 وهم عندهم غياب 4 فكملنا بالدوليين هم كسبوا للاسف كنا احنا يكفينا التعادل وطلعنا وكسبانين الشوط الاولاني 1-0 انا اللي جايب الجون كان جون جميل وكان حكم بالمناسبه حكم طلياني برضو وطلعنا كسبانين 1-0 الشوط الثاني اتعادلوا وكسبوا وطلعوا هم كسبين 2-1 وخدوا الدوري سنة يعني متعادلين تقريبا كابتن شمسي كسب ماتش كابتن بدر كسب ماتش لكن الفرق انك احرزت اهداف لكن كابتن بدر كان صعب يحرز بدر بس بيدافع فكان بيدخل فيهم اهداف بس تمام طيب المرحله الحاليه بقى من خلال متابعتك للفريق الاول ومباريات الاهلي في الفتره الزمنيه الحاليه تقييمك او شكل الماتشات شايفها ازاي بما انك بقى قاعد بتتفرج فرؤيتك اكيد هتكون مختلفه تماما عن اللي موجودين في المجال او اللي دايسين اكتر في الوسط الرياضي بص هو انا عايز اقول لحضرتك حاجه هو بدون شك هو في حاجات كتير جدا اتطورت وفي حاجات وقفت عندنا يعني هو اللي اتطور في كره القدم
كرة القدم بقت علم ودراسة وبقت موال تاني خالص يعني. ده بالإضافة اللي هي استثمار وصناعة وفلوس داخلة وفلوس طالعة، دي أنا ملياش دعوة بيها. لكن كعلم كرة القدم اتطورت وبقت حاجة تانية خالص. احنا ما زلنا بنحكم كرة القدم بهواة، ما زالوا اللي بيحكموا كرة القدم في مصر هواة، وعن طريق انتخابات ليس أي علاقة بالأقدر بيجي، لا هي كلها عملية تربيطات. فمن يدير كرة القدم في مصر لغاية النهاردة ثابت لا يتغير بأسلوب عقيم لا يتغير. لكن هو برضو زي ما قال الكابتن الأستاذنا الأستاذ عصام من شوية، إن النادي الأهلي لازم دايما هو سباق في كل حاجة. يعني النادي الاهلي دايما في مصر وفي الوطن العربي هو سباق بكل حاجه، وهو لازم النادي الاهلي عليه حمل كبير في تطوير كره القدم. صحيح في ناس كتير هتعافر عشان التغيير، لان في ناس عايزه متاخره دايما وعايزه تفضل على كده. الناس اللي هي مش عايزه تتطور انسف يعني، انسف يعني. فهو النادي الاهلي لابد ان يكون عنده ورقه لتطوير كره القدم ولازم يكافح عليه. انا دي من وجهه نظر شخصيه، لكن انا من يدير كره القدم في مصر عقيم. تمام. طيب تقييمك لمباراة الأهلي بقى الفترة الأخيرة؟ مباراة الأهلي المباراة بتاعت سان داونز طبعا هي مباراة بالنسبة للفنيات أنا لغاية دلوقتي مش لاقي لها أي حل. أنا أول مرة في حياتي أنا كمدرب يعني ممكن عندي يكون عندي 2-3 لعيبة أوت أوف كنترول أوت أوف فورم، يعني مش يومهم أو أوف داي مش يومهم، لكن ألاقي كل اللعيبة والمدرب كمان، فدي كانت صعبة شوية يعني، مباراة محتاجة دراسة شوية. لكن الأحسن منها إن إحنا نخرج منها بسرعة ونقلب الصفحة. يعني اللي حصل في المباراة الأخيرة إن طلعنا كسبين 1-0 بس وخرجنا بره البطولة، يعني دي في حد ذاته مصيبة، إلا إن وجود اللعيبة في الآخر مع الكابتن حسام عاشور. كرة قدم يا استاذ كابتن شمس، أكيد أكيد يعني في مسميات في كرة القدم ممكن نتفق او نختلف عليها، لكن فكره انك تخسر بطوله بتبقى مرفوضه طبعا وبتبقى زعلان وحزين، لكن الفكره ازاي تخرج بسرعه من المطب ده او ازاي تعالج ده عشان ترجع بسرعه. متفق معاك، بس هو كمان انك تخرج من البطوله لازم تخرج برضو انت ككيان النادي الاهلي كفرقه عندها شخصيه، كفرقه عندها شخصيه واسم الاهلي. انا متفق معاك بالظبط كده، يبقى الخروج خروج بشرف. لكن الخروج ده كان صعب شويه. الخروج بقى من المباراه من الموضوع ده كله اللي انا شفته في نهايه المباراه، بان الكابتن حسام عاشور خد الفرقه، وده اعتقد صديق ليا اسمه الباشمهندس ماهر عبد العظيم ارى الرؤيه، يعني قال لي هو وجود الخطيب اول ما الماتش الشوط الاولاني خلص نزل الكابتن محمود الخطيب من المقصوره. انا يعني هو قال لي انه 99% انه نزل للعيبه تحت. لا بس ده ما بيحصلش في الاهلي ممكن شمس. لكن هو يعني لا مش نازل عشان يقول خطه ولا يقول حاجه، لا طبعا انا عارف هو، لكن هو واجب ان هو يحمس. لا بس في جهاز فني يعني في النادي الاهلي. لا انا ما بتكلمش على الجهاز، انا هتكلم في فنيات ولا اي حاجه خالص. انا فاهم هو بيتوقع ناحيه اداريه، هو بيتوقع لكن ناحيه الواقع ده ما حصلش بالظبط. لكن هو اللي حصل بقى من عاشور انه لم الولاد واتكلموا مع بعض في نهايه الماتش وطرحوا للجمهور اللي هو قبل اعتذارهم زي ما قال الاستاذ عصام انه اعتذر للجمهور والجمهور قبل الاعتذار، ان الولاد لازم يعرفوا كويس قوي ان هم راحوا اعتذروا بيعتذر ما هوش كلام كده قدام الناس وخلاص، لا اعتذر عشان غلطه كبيره لا تتكرر وعلشان عوده يعمل عوده للمباريات اللي جايه، انه خلاص لازم سايكو اناليسيس يعني لازم خلاص الموضوع ده 5 أيام لازم ترجع فيهم نفسيا مش لا بدنيا ولا فنيا ولا اي حاجه خالص. نهاية المباراة كانت جديرة بان اللي حصل ده رسالة ان احنا رجعنا خلاص، الماتش انتهى والبطولة خلصت واحنا خلاص. ده مشهد تحية الجمهور للفريق وللعريق، صفحة جديدة مع الجمهورنا العظيم الجميل ده، علشان احنا عندنا البطولة اللي هتوصلنا لأفريقيا السنة الجاية ان شاء الله. شايف الفكرة أو وقفة حسام عاشور مع كل اللاعبين كدوره ككابتن للفريق ساهم بشكل كبير في معالجة نفسية للمرحلة القادمة؟ أكيد أكيد. لو حتى أنت كمان لاحظت أن كل الجهاز الفني والإداري نزل حوالين اللعيبة وكلهم شافوا عاشور سامعين عاشور وهو بيتكلم سايبينه مدينه مساعته، عشان دي مهمة جدا أن واحد من اللعيبة يتكلم. دي كان دايما بيعملها الكابتن محمود الخطيب والكابتن مصطفى عبده وربنا يديله الصحة ويمسيه بالخير، كان دايما بنتجمع في اوضه الكابتن مصطفى او الكابتن محمود الخطيب
كابتن الفرقه ويقولوا لنا ان اسم النادي واسمنا وشكلنا وشكل النادي والى اخره. ده غير اللي بيقوله المدير الكوره، غير اللي بيقوله المدير الفني، غير اللي بيقوله رئيس النادي في وقت من الاوقات. لكن اللعيبه مع بعضيها لازم في مسؤوليه لازم نتحملها. صح، لازم نتحمل. بخصوص برضو جيل الثمانينات ده، جيل من اللي رسم البسمه واللي رسم خريطه النادي الاهلي. جيل الثمانينات ده عمل حاجه كويسه جدا للنادي الاهلي، وعمل يعني من جيل الثمانينات ده طلع كابتن محمود الخطيب ايقونه الكره المصريه في الفتره، يعني في فتره لغايه النهارده الكابتن محمود الخطيب ايقونه الكره المصريه من جيل الثمانينات. الكابتن محمود الخطيب ساهم بشكل كبير جدا ان الكوره في مصر يبقى ليها اهميه او في الوطن العربي عامه يعني. فدي جيل الثمانينات احنا كنا محترفين واحنا مش محترفين، يعني ده بين قوسين كده الفرق ما بين جيل الثمانينات والاجيال دي. احنا كنا محترفين بجد، احنا كنا بندخل النادي الساعه 10 صباحا، الغدا الساعه 12، التمرين الساعه 3، ده كله احنا موجودين في النادي من الساعه 10، بعد التمرين الساعه 7 بنروح. ده احتراف كامل. انت النهارده كل المحترفين بس فلوس، يعني كل اسعار، لكن مع احترامي بيجي التمرين الساعه 3 ويمشي، ما فيش اي، لكن طول النهار ما تعرفش هو فين. اللعيبه يعني ما عندهاش الوعي وما عندهاش الثقافه، ما عندهاش كالتشر انه يبقى لعيب محترف. دي حياته ودي اللي بياخد عليها فلوس ودي اللي بتخلي شكله كويس وشكل مصر بالتالي. فدي انا بتهيألي ما عندهمش الوعي ده، لازم في دروس كتير جدا يتعلموها في المواضيع دي، انه ما يبقاش لعيب محترف بس في فلوس، لا، محترف بكامل، حتى يشوفوا حتى اللعيبه محمد صلاح ويشوفوا كريستيانو، ما يشوفوش هو بيلعب، لا، يشوف حياته كامله ايه، يعني لازم يعرفوا حياته ازاي، بيروح النادي امتى وبيقعد في النادي لغايه الساعه كام وبيتمرن كام مره في اليوم وبيتمرن على ايه وايه اللي ناقصه وايه اللي لا. دي حاجات احنا كنا بنعملها واحنا ما كناش محترفين. تمام. المباراة القادمة في الدوري البعض بيصفها انها مباراة بثلاث نقاط، لكن مباراة حاسمة في شكل المنافسة بالذات في المقدمة. كيف ترى مباراة بيراميدز زي كابتن شمس، وهل المباراة نحسبها كقوة ولا جاهزية؟ لا، هو حضرتك جاهزيا وقوة لازم الكرة القدم تبقى جاهز وقوي وعندك فنيات عالية وعندك مدير فني من بره بيدير وعندك إدارة مسهلة لك كل الأمور وحطلك على حطك على الطريق الصحيح. هو طبعا المباراة اللي جاية، يعني ما أنا أعتقد من شخصيتنا احنا كالنادي الأهلي احنا ما نخسرش من الفرقة مرتين، دي رقم واحد. رقم اتنين ان انت طالع من محنة، لازم تثبت ان انت أقوى من المحن، ده طبيعتنا، لازم نبقى أقوى من أي حاجة وبسرعة، مش عايزه وقت، علشان هي ده الفرق ما بين القوه العظمى او الفرقه الكويسه اللي عندها الشخصيه. تمام. ما بين اي فرقه تانية، الفرقه التانية ممكن تقع في تقع في المحنه شويه لغايه لما تفوق، لكن البطل لا، الفرقه اللي عندها شخصيه لا، الفرقه الاولى في القرن لا، النادي الاهلي لا، احنا لازم نرجع بسرعه وشخصيه لعبتنا وشخصيه نادينا وشخصيه رئيسنا هو ده اللي المفروض يكون، ان شخصيه النادي الاهلي تبان في ماتش بيراميدز. ماتش بيراميدز كفنيات احنا طبعا عندنا الحمد لله لعيبه كتير وعلى اعلى مستوى والمفروض ان احنا الاول في الجدول، فانت ما عندكش اي مشكله انك ما تخسرش من بيراميدز. بيراميدز لو كسبتك تاخد الدوري، لو كسبتك مرتين اي فرقه تكسب النادي الاهلي مرتين تاخد الدوري. فاحنا ان شاء الله الماتش اللي جاي نفسيا مؤهلين وفنيا احنا الاول في الجدول، وبيراميدز المفروض ان هي عملت علينا الجيم الاولاني وكسبته، الجيم الثاني ما تكسبوش. تمام. بعد مباراه سان داونز تتوقع ان يكون في شكل التغيير في التشكيل بنسبه كبيره، ولا يبدا بقى خلاص يثبت التشكيل لانه خلاص ما عندوش منافسات الفتره القادمه خلال الشهر القادم الا الدوري العام؟ يعني انت عايز تقول انه يبطل روتيشن يعني. هو انا عايز اقول لحضرتك حاجه، هو كان يعني كان مضطر لانه كان في عندنا الاصابات كتير. ودي برضو نقطه مهمه جدا انا لازم اعرفها، يعني ايه ليه الاصابات في النادي الاهلي كتير؟ بس خد بالك يا كابتن شمس في نقطه، ما هي الاصابات في الاهلي كتير بقت في الانديه المنافسه ايضا كترت نتيجه ضغط الماتشات. يعني احنا في الوقت ده كنا دايما السبوت دايما او الحديث دايما عن النادي الاهلي في موضوع الاصابات، لان كان حجم المباريات كبير بس ما كناش واخدينها القياس مع الفرق الاخرى، لان الفرق الاخرى كان عدد مبارياتها اقل. لما ابتدت تتساوى الفرق في عدد المباريات مع الاهلي وبقى في ضغط ماتشات للفرق المنافسه، ابتدت تظهر اصابات، ابتدى يبقى في غيابات، ابتدت الامور تظهر للناس ان مش القصه في الاهلي بس، لا، ضغط الماتشات بشكل قد يكون غير علمي نتيجه عدد مباريات غير مسبوق في كره مصريه او في الكره الافريقيه، فبالتالي سبب عدد كبير من الاصابات.
عدد المباريات كام؟ انت السنه دي ممكن تصل لحوالي 70 مباراه في سنه واحده. لا مش للدرجه دي يعني. احنا عندنا الدوري، احنا عندنا انت لعبت السنه دي 2 دوري ابطال افريقيا يا كابتن شمس. آه. لعبت بطوله عربيه. آه. بتلعب دوري 34 مباراه، بتلعب كاس مصر، فعدد المباريات يوصل في حدود حوالي 70 فعلا. اه برضو دي من عشان كده عايز اقول لحضرتك ان احنا اللي بيديرنا هواه، اللي بيدير الكوره في مصر هواه. والهواه دي بيتدخل فيها بقى ما تعرفش السياسه ولا بيتدخل فيها ايه، انك تلعب عدد 70 مباراه 70 مباراه في دوري، دي برضو كارثه. يعني انت لما تيجي تبص على الدوريات العالم كله بماتشاتهم الدوليه بماتشاتهم البتاع، ما يلعبش 35 40 مباراه في السنه كدوري مع كاس مع كل حاجه، ممكن توصل لا ممكن توصل لحوالي 50 55 55 مباراه في السنه. لكن انت تيجي بتلعب 10 20 40 30 مباراه في السنه، كنت بتلعب 30 مباراه في السنه وتلعب 70 مباراه، طبعا دي ما هياش حاجه مش مدروسه اطلاقا، وكانت كده عشوائيه علشان ما اعرفش في التدخل السياسي يعني ما اعرفش كان في ماتشات. لا هو كمان البطوله الافريقيه كمان السنه دي اتلعبت مرتين. أي. نتيجه تغيير الاجنده. تمام. فده سبب عدد بطوله عربيه. طب وعندك بطوله عربيه، ليه بتوافق على البطوله العربيه؟ البطوله العربيه كان كرنفال حلو يعني برضو الفرق. ما هو كرنفال حلو بيأخرك ورا يعني، انا ما شفتهاش موجوده في اوروبا خالص يعني. لكن احنا عايزين نتطور في الكوره، يبقى لازم نتطور في كل حاجه. لازم نتطور الاول اللي بيدير الكوره، لازم اللي بيدير الكره يبقى محترف بروفيشنالز، لازم اللي بيدوروها يكونوا محترفين. لكن مش هواه ومش اي حاجه تاثر فيهم، ومش وفي ايه الفرقه اللي تلعب كل 3 ايام ماتش دي يعني. انا عايز الاقي ايه كل 3 ايام ماتش، مين اللي هيلعب كل 3 ايام ماتش؟ ده انا كنت ماسك فرقه في درجه ثالثه السنه دي برضو كانوا بيلعبونا كل 3 ايام ماتش، ليه انا مش عارف. ما انت عندك الوقت طويل والزمن طويل يعني، مثلا جه عندك الشتاء نزل في يوم يقول لك هنلعب لك الماتش في وسط الاسبوع، اسبوع في درجه ثالثه تلعب ماتش في وسط الاسبوع يعني اسبوع ما تخجلها للاخر. وبعدين انت دلوقتي دي موانع طبيعيه يعني، ما حدش بايده يعني، فدي كارثه برضه. تعال عندنا كمان شوف الملاعب ممكن تجيب لك الاصابات. يعني انا لو في وقت كنت اوريتك فرقه درجه ثانيه في السعوديه، ثالثه يعني زي ثالثه عندنا هنا، واخد بعضك، جم يلعبوا الماتش النهارده، الثلج نزل عندهم، ثلج والملعب بقى كله ابيض بتغرق تلج، اجلوه 24 ساعه. يتاجل 24 ساعه، تاني يوم الملعب مصاد اخضر ولا كنا ولا الزحلق واحد حتى. فين بقى امكانياتنا احنا درجه ثالثه في السعوديه؟ فين احنا امكانياتنا احنا بقى هنا في درجه اولى في مصر؟ ماتش اهلي وزمالك، شكل الكوره المصريه، واخد بالك، صوره الكوره المصريه وصوره مصر واحسن فرقتين عندنا في مصر، ويقول لك ماتش الاهلي والزمالك، وبعدين يجي مباراه الملعب يغرق، وبعدين يجي يقول لك لا لازم يتلعب النهارده. ليه لازم النهارده؟ ما يتاجل 24 ساعه. طيب بكل المعطيات دي شايف المنافسه على الدوري ازاي؟ تقييمك لشكل المنافسه او بطوله الدوري السنه دي. بص ان شاء الله اللي انا شايفه، انا هنا من هنا قلت قبل كده، واحنا كنا تقريبا قبل الاخير باتنين. اه بالظبط، لما كان عدد مباريات مؤجله كتير. بالظبط، قلت ان شاء الله الدوري بتاعنا للاهلي. لان المشوار طويل، الدوري مشوار، اللي نفسه اطول هو اللي بيكمل. النفس ده محتاج له شويه حاجات، شويه الحاجات دي موجوده في النادي الاهلي. طيب قبل ما نخش في تفاصيل اكتر في هذه الجزئيه، نخرج لهذا التقرير نسمع راي الجمهور في تقييم وشكل الدوري والمنافسه، والدوري السنه دي هل صعب سهل واضح مين الاقرب ليه؟ نخرج لهذا التقرير ثم نواصل حديث مع كابتن شمس حامد بعد هذا التقرير. انا شايف المنافسه قويه تمام، وانا شايف ما بين الاهلي والزمالك وبيراميدز، الاهلي طبعا يعني هو انا شايفه هو متصدر وقوي يعني اللعيبه، انا حاسس ان هم بيلعبوا بقوه شويه، وحاسس ان هم برضو مضغوطين شويه من الانديه اللي حوالينهم، بس انا باذن الله تعالى يعني انا شايف الاهلي ان شاء الله يعني هو هياخد الدوري ان شاء الله. الاهلي كالعاده باذن الله، يعني نادرا الاهلي ما يفقد الدوري طالما تصدر، ان شاء الله يبقى فرصته احسن باذن الله. المنافسه الموسم ده احسن من الموسم اللي فات، يعني بقى في منافسه قويه، مش بس الزمالك وكده، لا في بيراميدز دلوقتي بقى في منافسه احسن، وشكل الدوري بقى احسن. والله دلوقتي منافسه اول سنه تحس في منافسه قويه قوي بين الاهلي والزمالك او بيراميدز دخلت معاهم، فانا شايف ان شاء الله ان المنافسه تبقى قويه جدا لحد اخر ماتش، والاهلي دلوقتي متقدم بنقطه وبيراميدز كان داخله معاهم. اخر اسبوع انا متوقع اخر اسبوع هو اللي هيحدد مين ان شاء الله بطل الدوري، بس ان شاء الله هو الدوري اهلاوي ان شاء الله. الدوري اهلاوي ان شاء الله السنه دي،
وماتش يوم الخميس ان شاء الله مع بيراميدز هو اللي هيحدد بطريقه كبيره جدا مين بطل الدوري، شكل الدوري وهيمشي ازاي بقى، مين اول ومين ثاني ومين ثالث. وطبعا الماتشات بتاعت الاهلي يعني فاضل الماتشات اللي فاضله له اكيد مش اصعب من مباراه الزمالك، فالمنافسه هتبقى من الاهلي والزمالك وبيراميدز مين اللي يحسم الدوري، والمركز الثاني برضه هيبقى فيه منافسه قويه جدا عشان بطوله الافريقيه السنه الجايه، السنه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله الدوري اهلاوي ان شاء الله اكيد، يعني حاجه احنا متعودين عليها من صغرنا، يعني نادي الاهلي ده نادي القرن، بصرف النظر عن الاحداث بتاع اليومين دول حاجه جديده علينا، لكن الدوري مش جديد علينا، الدوري بتاعنا يعني ان شاء الله بتاع الدوري اهلاوي. اهلا بحضراتكم من جديد، وتقرير فيه حماس كبير جدا من جمهور النادي الاهلي. الدوري صعب، الدوري قوي، لكن الكل بيجمع على فكره ان الدوري باذن الله الدوري اهلاوي. تعليقك يا كابتن شمس. طبعا بدون شك ان الدوري، انا سعيد جدا بان الدوري بقى فيه فرقه ثالثه في مصر، كتر الفرق المنافسه على البطوله دي بتخلي شكل الدوري كويس، وبتخلي سعر حتى سعر اللعيبه في مصر واسماء اللعيبه في مصر وحتى المدربين بتبقى حاجه كويسه، ان انت عندك اكتر من نادي بيتنافسوا على قمه. طبعا الاهلي والزمالك المنافسين التقليديين، وطبعا نادي بيراميدز. انا واحد من الناس مش شايف غير ان بيراميدز ده من الفرق الكويسه جدا، وانا سعيد ان هو موجود في مصر، ان الفرقه دي موجود زيها في مصر، لعيبه تملك لعيبه كويسه جدا على اعلى مستوى، وعندهم مدرب كويس، ده كله بيساعد في رفع مستوى اللعيب المصري ورفع مستوى الدوري المصري. لما يبقى في عندك اكتر من 3 4 فرق بينافسوا على البطوله، ده بيرفع من شكل الدوري، وبيرفع كمان من مستوى اللعيبه المصريين اللي هتمثل مصر في المنتخبات اللي جايه ان شاء الله. طب هل تتوقع ان ممكن يحدث متغيرات في شكل المنافسه في الاسابيع الاخيره؟ اتوقع. ازاي؟ بمعنى اتوقع ان بيراميدز يبقى الثاني والزمالك الثالث والاهلي طبعا البطل، وده هيظهر من خلال المواجهات المباشره. بالظبط كده، بالظبط كده. وانا وخصوصا ان الزمالك، يعني مع احترامي الشديد لنادي الزمالك، مش متعود على انه يتحمل الضغط على مر طول السنين. يعني النادي الاهلي، يعني انا فتره من الفترات النادي الزمالك كان الاول على النادي الاهلي ب 8 بونت او ب 12 بونت ايام ما كان الماتش ببونتين اتنين، وفي الدور الثاني جبنا الزمالك وكسبناه في الماتش النهائي وخدنا البطوله. كان في التسعينات الموسم ده لا في الثمانينات برضه، هي حصلت كتير في الثمانينات. اللي انا فاكرها دي في الثمانينات. فانا فاكر ان الزمالك الماتش اللي فات المستشار مرتضى منصور كان عايز يقدم اليوم علشان يلعب مع ملعب في نفس التوقيت بتاع النادي عشان الضغط، وفعلا اهو احنا الزمالك لعب واتغلب والاهلي لعب وكسب. فهو الزمالك ما بيتحملش ضغط، لكن النادي الاهلي بيتحمل ضغط اللعيبه. فبناء على كده انت وجهه نظرك شايف ان ممكن تحدث تغيرات في شكل ان شاء الله؟ انا عندي احساس بكده. طيب ايه المطلوب من الاهلي عشان يحافظ على الدوري او يفضل دايما في المقدمه حتى الاسبوع الاخير؟ اولا اللعيبه، لازم تعرف وتحس بقيمه النادي الاهلي، لازم تعرف وتحس وتفهم قيمه الفانله اللي هي لابساها، لازم تعرف تاريخ الفانله اللي هي لابساها. معظم اللعيبه من بره النادي، فدي برضو من الحاجات اللي انا برضو بلوم عليها قطاع الناشئين عندنا. بس العصر الكوره كده يعني انت بتعتمد على القطاع، بس ساعات بتلاقي نجوم مميزين في انديه تانية بيجوا، وده حصل حتى في جيل بركات ابو تريكه وائل جمعه، كان معظمهم من غالبيه من بره النادي الاهلي. انا عايز لو اتكلمنا عن الموضوع ده، هو في نقطه مهمه، مفيش بني ادم في مصر اول ما بيشب وعايز يلعب كوره الا لما يروح اختبارات النادي الاهلي. مظبوط. كل اللعيبه اللي في مصر دي كلها لو سالت البدايه هتلاقيهم راحوا النادي الاختبارات النادي الاهلي ومشيوا. يبقى احنا عندنا هنا قصور، مشكله، لان انت هو راح لعب في حته تانية وبقى كويس وانت بتجيبه بفلوس كتير، خلاص يبقى في هنا مشكله. يبقى هنا الفيجن، الرؤيه اللي بتجيب الولاد عندنا مش كويسه. بعد كده بقى انت بتطورهم، بييجوا بتختار كويس وبعدين بتطور. دي عندنا في مشكله، دي لازم ناخد بالنا منها كويس. يعني اختيار اللعيب وتطويره مهمه جدا جدا جدا، مش هتجيبه من بره، لان انا بقول لك اهو مفيش، لو في مليون ولد بيبقى عايز يلعب كوره او المليون كلهم بيروحوا النادي الاهلي الاول. النادي الاهلي بياخد ال 30 اللي هو عايزهم وبيمشوا يروحوا 30 يروحوا نادي الزمالك، وبعد كده اي حد اللي راح لاهلي ولا زمالك بيروح اي نادي قريب منه. فكون ان اللعيب لعب في اي حته دي يبقى غلطتنا احنا. اسال اي لعيب في اي حته في مصر، انت رحت اختبارات النادي الاهلي؟ هقول لك رحت اختبارات النادي الاهلي. فدي مهمه جدا لازم نراعيها يعني. تمام. طيب المباراه القادمه اكيد
ممكن تدي فرصه لصالح جمعه، ممكن تدي فرصه لمحمود وحيد، هيبقى في مش هقول تغيير في التشكيله بس يعني هيبقى عندك مساحه بقى انك تدي عدد كبير من اللعيبه، ولو في ماتشات كل 3 ايام في المراحل الاخيره من الدوري هيبقى عندك كثافه في عدد من اللاعبين. رؤيتك الفتره القادمه بنفس التشكيله الاساسيه اللي لعبت المباراه الاخيره، ولا شايف ان ممكن ندي فرص لصالح جمعه، لمحمود وحيد، مروان محسن مع وليد ازارو؟ يعني هو فنيا مش عايز اتكلم كتير بس هقول لك حاجه، انت عايز من المباراه دي ايه؟ هو المدرب عايز من المباراه دي ايه؟ عايز يكسب ولا عايز ايه بالظبط؟ اه يعني حسب معطيات كل مباراه، حسب معطياته هو عايز ايه؟ هو زي مباراه سان داونز عايز يكسب ومنزل 3 ديفندرات. طبعا ايه يعني 3 ديفندرات ليه؟ فهو انا هو عنده قصور شويه في ازاي عايز ايه فيلعب بمين، انا عايز ايه فعايز هلعب بمين، لكن هي العب بمين وادخل مين وليه ده لا، هو المدرب بس هو عايز ايه ويلعب بمين، هو عايز ايه ويلعب بمين، دي برضو محتاجه شغل كمدرب. هو عايز يكسب سان داونز، طيب يبقى يلعب بمين؟ ما يلعبش بثلاثة ديفندرات. طب الماتشات الجايه هو عايز يكسب ما يلعبش بقى بثلاثة ديفندرات برضو، تمام؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه انت بتلعب سان داونز وعايز تكسب، بتسيب الفرقه اول خط لاين للدفاع هو خط الهجوم. انت بقى بتسيب الفرقه تلعب عليا من تحت وتعمل هجمه عليا وتنهيها عند جوني، اولا بتاخد ثقه، تاني حاجه بتستهلك وقت، تالت حاجه بتستهلكني انا كلاعب في نص الملعب وبعدين ممكن يجيب جول، فدي كانت مشكله عنده. انا بس ربنا يكرمه في هو عايز ايه ويختار اللي هو عايزه صح. المشكله كلها انت عايز ايه وتختار اللي انت عايزه صح. تمام. الفتره القادمه في مباريات الدوري شايفين الصراع مختلف ما بين المقدمه او حتى في وسط الجدول والمؤخره، في دايما يعني 3 نقاط او 6 نقاط تصعد بيك من المركز الاخير او قبل الاخير الى المنتصف الجدول او الى المراكز المتقدمه في الجدول الدوري العام. شايف شكل الجدول ازاي او شايف تقييمك للمنافسه في الدوري سواء في الهبوط او حتى في وسط الجدول؟ هو بيسموها المنافسه الوهميه. يعني تحت منافسه وهميه بحيث ان اللعيبه يعني لعيبه لها سعر لكن لعيبه قدراتها محدوده. يعني النهارده مثلا يكسب بكره يخسر 3، النهارده يتعادل، يعني مفيش ثبات في المستوى، مفيش لعيب عنده قدره على انه يلعب 5 6 7 8 ماتشات زي بعض. مستوى ثابت فهي اللعيبه عندها قصور في حاجات، ثقافه اللعيبه عندنا في مصر انه يعني فاهم الموضوع غلط، انه ما بينامش بدري، انه ما بيرتاحش كويس، ما بيتمرنش كويس، ما بيركزش كويس مع المدرب، ما عندناش لعيبه تقدر تستحمل انك تعمل تغيير في الخطه جوه في الملعب. اول حاجه المدرب علشان يغير شكل اللعب بيغير من بره، يقوم يغير منزل 2 لعيبه عشان يغير الشكل، لا دي اخر حاجه تفكر فيها انك تغير من بره. فين اللعيب بقى اللعيب اللي فاهم وواعي ومركز انه تقدر تقول له لا بدل ما نلعب 4-4-2 لا نلعب 4-3-3 انت تطلع من هنا؟ وفين اللعيب اللي امكانياته وقدراته انه ممكن يلعب هاف رايت وممكن يلعب سنتر فيرود وممكن يلعب باك رايت فين او يجي من تحت؟ فين اللعيبه دي؟ لا ما عندناش للاسف. يعني عشان كده انت شايف الفرق الدوري كلها او معظمها قريبه من بعضها جدا. شيل الثلاثه اللي قدام تلاقي كل التانيين زي بعض، ما فيش حد احسن من حد، كلهم زي بعض. شيل الثلاثة الأوائل هتلاقي كلهم زي بعض. طب المنافسة على الهبوط من وجهة نظرك ممكن لغاية الأسبوع الأخير في الدوري؟ آه وحظ. يعني اللي هيهبط ده هيبقى مش محظوظ مثلا يعني. يعني النهاردة بتلعب إنبي والجونة، إنبي كسب. إنبي والجونة، إنبي كسب. طيب إنبي كان في الماتش اللي فات خسران. مش عارف الجونه كسبان خلاص الماتش اللي فات كسبان او كسبان يعني كسبان 3-0 دلوقتي. فهو يعني انت ما انتش يعني ما انتش زي ما بقول لك هي خداعه، بس هي النتائج خداعه وشكل خداع، لكن كلهم زي بعض، كلهم زي بعض. حتى المدربين اللي ماسكين للاسف ما فيش تطوير، هو بيلعب على قد اللي معاه، ما فيش لعيب، المدرب ما بيطورش من اداء اللعيب. طب مين اللاعب اللي لفت انتباهك في الدوري بشكل عام؟ طبعا الاجنبي، طبعا اللي بتاع كينو بيراميدز ده من اللعيبه التحفه، لعيب من اللعيبه الكويسين جدا. طبعا في علي ماهر اسمه بتاعنا احنا بتاع الاهلي اسمه علي معلول، لا اللي كان جاي اعاره من اللي كنا مدينه اعاره سموحه
سموحه اللي بيلعب في نص الملعب ناصر ماهر. ناصر ماهر ناصر ماهر ناصر ماهر من اللعيبه الكويسه جدا اللي هيبقى حاجه كويسه في مصر. طبعا في لعيبه كويسه جدا 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 موجودين يعني، لكن للاسف قليلين برضه. طب مين الفرقه اللي تتوقع انها تهبط للقسم الثاني؟ انا ما متوقعش مين اللي هيهبط يعني، لكن ولا متوقع مين اللي هيقعد، بس زي ما قلت لك يعني هي منافسه خداعه اللي تحت دي، ما مش قادر تاخد فيها قياس. لا لا لا، وحظوظ اللي ربنا عايزه هيكون، لكن مش اللي هم عايزينه هيكون. اولا ربنا اللي هو عايزه هيكون، لكن هم للاسف يعني ما فيش مش شايف اي لعيب بيتطور في اي فرقه عن الماتش اللي بعديه. يعني ما فيش يعني انا ما اعرفش ايه اسلوب تدريب المدربين يعني، هم بيشتغلوا على او طبعا ما فيش خطط، ما فيش تاكتكس خالص يعني. يعني المفروض كره القدم حاجتين، يا اما تطور الولد يا اما تطور من التاكتكس بتاعك. ومش هتطور التاكتكس الا اذا كان التكنيك ولد بتطور. طيب انت مش عارف تطور التكنيك بتاع الولد، فمش هتطور التاكتكس. ما فيش تاكتكس اصلا، وما فيش تكنيك اصلا. فدي امور يعني، تبقى لعيب بيلعب بدرجه اولى ممتازه في مصر وتمنه بالشيء الفلاني، وما بيعرفش ده يبص تحت ضغط خصم، ولا بيعرف يستلم يعني، لما واحد يضغط عليه تضيع منه او ياخدها منه او تطلع منه اوت او يقع، دي فين دي يعني. تتفرج كده على الماتشات اللي بره، اي تحت ضغط خمسة تحت ضغط خمسة في 3 4 متر بيطلعوا بيها. لكن عندنا لا، عندنا لو واحد ضغط على واحد خلاص راح، تبقى دي يعني اللعيبه دي ولا حاجه. الدوري السنه دي شايفه افضل من السنه اللي فاتت واللي قبلها، ولا بما انك بقى اتكلمت على المستوى الفني وانا شايف ان المستوى الفني من وجهه نظرك مش قوي سيء، فانت المستوى الدوري بيتقدم ولا من وجهه نظرك بيرجع؟ ولا هو ما بيتقدمش خالص. هو الناس شايفه السنه دي الدوري سخن، الدوري قوي؟ لا، هو مش دوري سخن، مش دوري مش قوي. الدوري فيه فرقه خلت شكل للدوري كويس، اللي هي فرقه بيراميدز اللي دخلت في المنافسه، كسبان 4 وكسبان الماتش اللي فات كان عامل ايه انبي؟ ما هي نتائج دايما متذبذبه مش مفهومه. يكسب النهارده 4، الماتش اللي فات كان عامل ايه انبي؟ الضيق هو البيراميدز. انا شخصيا يعني الحسنه الوحيده التركي الشيخ انه حط لنا بيراميدز وصرف على بيراميدز وجاب لنا من بيراميدز وعمل فيه مناسبه وعمل حاله حلوه بيراميدز، لكن الدوري مش زي السنه اللي فاتت خالص. تمام. طيب باقي في الدوري حوالي 10 مباريات ما بين سوالي المقدمه او يعني 9 مباريات للاهلي والزمالك، وباقي الفرق وصلت لحوالي 27 او 28 مباراه. توقعاتك ممكن الدوري يتحسم شكله سواء في المقدمه او في الهبوط قبل نهايته ولا لغايه اللحظه الاخيره؟ على البطل، على البطل لا، هيتحسم قبلها بماتشين. على البطل قبلها بماتشين. وفي الهبوط هيتحسم اللحظه الاخيره يعني زي ما قلت لحضرتك كده، اللي ربنا شايفه هو اللي هيكون. ولا ممكن نوصل لدوره ثلاثيه او تحت، دوره رباعيه ولا فوق؟ لا تحت. لا تحت، يعني انا شايف المستويات قريبه من بعضها والفرق مباراه او اتنين. لا لا لا، هي هتبقى هتلاقيها بتبان، هتبان قبل على الاخير كده هتبان. بس برضو مش عشان شطاره فرقتين تانيين ولا لا لا، زي ما قلت لحضرتك ده هي الفرقه اللي هتتعب الاخر، والمدرب الواعي اللي هيقلل الاحمال في نهايه السنه هو اللي هيطلع بفرقته كويس، هو اللي هيبقى كويس. تمام. طيب بطوله امم افريقيا خلاص على الابواب يعني. الدوره هيخلص والناس كلها تستعد لبطوله افريقيا. تمام. شفت القرعه وشفت الفرق، لكن احساسك او توقعاتك مباراه مصر او مباراه البطوله الافريقيه، هل البطوله الافريقيه السنه دي هتبقى بطوله قويه؟ زياده عدد المنتخبات المشاركه ل 24 منتخب هيدي حماس وقوه في البطوله، ولا شايف المستوى الافريقي ازاي في كاس الامم القادم؟ المستوى الافريقي عالي جدا. وانا شايف وكل وافريقيا مليانه نجوم بره مصر، بره افريقيا محترفين بره زي صلاح وزي ماني فلا انا شايف ان البطوله الافريقيه هتبقى من اقوى البطولات مرت على تاريخ افريقيا، وهتبقى من احسن البطولات اللي مرت في افريقيا، اللي عشان في مصر وظروفنا ان احنا عايزين ننجحها. مصر عايزه تنجح البطوله، وان شاء الله احنا قادرين ان احنا ننجحها. بس كمستوى فني، انا بقول لحضرتك اهو المستوى الفني هيبقى عالي جدا 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 لعدد كبير جدا من اللعيبه المحترفين الافريقيين بره في اوروبا. فهيبقى المستوى عالي جدا، هم اللي هيدوا طعم للبطوله، هو اللي هيدي طعم وشكل ولونه وكل حاجه للبطوله. واخد بالك؟ فده من واحنا هنخلي للبطوله شكل بتنظيمنا، وجمهورنا هيخلوا له شكل اجمل واجمل في التشجيع. لا انا شايف ان دي هتبقى من اقوى البطولات على مر التاريخ. مجموعه مصر فيها الكونغو الديمقراطيه، اوغندا، زيمبابوي. المستوى الفني البعض قد يعتقد ان اسامي مش في المستوى الكره القدم الافريقيه بالمستوى العالي زي السنغال او نيجيريا او الكاميرون، لكن الكونغو وزيمبابوي واوغندا برضو من الفرق اللي عملت نتائج في التصفيات نتائج كبيره طبعا. مازيمبي بيلعب فين؟ زيمبابوي.
مازيمبي. مازيمبي في الكونغو. اه مش عندنا الكونغو. طيب هي الفرقه صعبه جدا فاكيد الدوري بتاعها صعب. لا هي المجموعه بتاعتنا مش قويه زي في السنغال والمغرب مثلا، لكن فرق لكن جامده يعني، احنا مش هنطلع منها كده يعني اكننا بنتفسح، لا احنا هنتعب وهنعلق جامد ان شاء الله. هيبان ان مدربنا كويس ومحترم وقد يكون او لا يكون في هذه البطوله طبعا. لكن في مجموعتنا ما هياش سهله، مجموعتنا فيها فرق كويسه، فيها لعيبه محترفه كتير بره، مدربينها مدربين كويسين وعاليين جدا. لا مجموعتنا مش سهل، مجموعتنا يمكن تيجي رقم 2 بعد السنغال على طول، بعد مجموعة السنغال والمغرب. لا بس المغرب مع كوت ديفوار وجنوب افريقيا، مع مجموعة المغرب والجنوب افريقيا وكوت ديفوار. وكوت ديفوار دي اصعب مجموعة، اصعب مجموعة. طبعا البعض بيعتقد ان البطولة الافريقية هتبدا قوتها من دور ال 16 مش من دور المجموعات. لا هتبتدي من الاول خالص، لان كل الفرق كويسين، كل الفرق كويسين وكل الفرق عندها نجوم وكل الفرق مستعده، ولا الناس كلها هتستمتع بكره كويسه. يعني انا متاكد من كده شويه ان شاء الله. يعني من يعني بعيد عن التمنيات، احنا كلنا بنتمنى منتخب مصر، لكن لو بتكلم في فرق المربع الذهبي او المباراه النهائيه، مين المنتخبات اللي انت شايفها تكون موجوده في الختام؟ يعني ما بين مصر مثلا، ساحل العاج، غانا، ممكن السنغال، المغرب. السنغال المغرب، ما المغرب اذا كان احداد، خالد احداد ده نجم المغرب. خالد بوطيب قصدك؟ خالد بوطيب نجم المغرب وهو اللي بيجيب لهم الاجوان، بالمنظر ده في نادي الزمالك يبقى المغرب تعبان. واذا كان برضو هيبقى نمرة 2 وليد مش في حالته، لا انا شايف ان السنغال، مصر، ساحل العاج، غانا، من الاربع فرق اللي ممكن يكسروا الدنيا. مين النجوم اللي ممكن تكون هي بيسموها كده نجوم البطوله، او هم حديث الناس كلها في البطوله الافريقيه وكل وكالات الانباء والعالم كله هيتكلم عليها؟ ما احنا عندنا 2 في البطوله كلها. صلاح وماني. فهم الاثنين، اي حد بقى هيطلع تاني هنتفرج، لكن احنا عندنا صلاح وماني لازم هيكونوا احسن 2 في البطوله. يعني للامانه يعني هيكونوا احسن 2 في البطوله، حد هيطلع بقى تاني عليهم زياده يا مرحبا، هنتفرج ونستمتع ومن حزن حظنا. يعني ممكن تحصل مفاجات؟ طبعا كره القدم ما كانتش كره قدم دي تبقى مفاجات، لازم تحصل مفاجات ربما. نسيت الكاميرون يا كابتن شمس، بتتكلم والكاميرون، الكاميرون حامل اللقب لكن ما رشحوش في المراحل النهائيه. لا الكاميرون ما عندوش فرقه كويسه كتير يعني، بس هو بطل القاره اخر طبعا. اخر دوره طبعا، المباراه النهائيه كانت مع مصر طبعا. وكسب البطوله طبعا. احنا خلي بالك بعد ما خدنا الثلاث بطولات مع الاربع بطولات الاخاره او الثلاثه الاخاره، كان ثلاثه من كابتن حسن، ما كناش بنوصل التصفيات حتى. فعدنا مرتين ثلاثه ما نوصلش التصفيات حتى، وبعدين لما وصلنا التصفيات خدنا ثاني. فلا انا شايف الكاميرون بعيد شويه، مش مقياس يعني. لا مش مقياس. كلمه اخيره تحب تكتب بها هذا الحوار؟ بقول بشكر جمهور النادي الاهلي، وبقول انت قد ايه فعلا جمهور عظيم، ودايما بنتعلم منك، واحنا دايما علشانك يعني. وبقول للعيبه النادي الاهلي نركز وننسى اللي فات، وزي ما انتوا عملتوا كده في الملعب وروح تحيه جمهور، احنا مستنيينكم. اعتذرتوا للجمهور بايديكم، عايزين بقى اعتذار رسمي في الماتش اللي جاي، اعتذار رسمي في الماتش اللي جاي، نلاقي رجاله جدعان، بلعتوا كل الثقافات الماتشات اللي فاتت كلها، وبتورونا حاجه جميله جدا في الماتش اللي جاي. كابتن شمس حامد نورتني وشرفتني، وكل التوفيق ليك يا رب في الفتره القادمه. شكرا يا محمد، انا بشكرك وبشكر كل الاهلاويه اللي اتفرجوا علينا، وارجو ان يكون ضيف خفيف عليهم يعني. اكيد باذن الله. شكرا جزيلا ليك. كانت فقره مهمه جدا في ختام هذا الحوار، استرجعنا ذكريات الماضي وحديث الحاضر، سواء في ذكريات الماضي مع النادي الاهلي في المباريات المحليه ومباريات القمه امام الزمالك، وحديث الحاضر وما هو قادم بالنسبه للاهلي في المشوار المحلي والمنافسه القويه خلال الفتره القادمه. بهذا الحوار وبهذا اللقاء نكون وصلنا لختام حلقتنا النهارده من برنامج الأهلي الليلة. شكرا لحسن المشاهدة والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.